مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه يوم الجمعه من كلام تاني. الحقيقه لما فتحنا مع حضراتكم امبارح ملف تنميه سيناء ومساله ان تنميه سيناء لا يجب باي حال من الاحوال ان هي تكون مرتبطه او يتم طرحها فقط حينما تحدث عمليات ارهابيه كبرى في سيناء، نفتكر بسرعه ان عندنا خطا كبير وهو عدم الاهتمام بتنميه سيناء. مساله تنميه سيناء مساله مهمه تاخرت كثيرا، تحتاج الى وقت طويل، لكن الحقيقه جالي عتاب من بعض اهالينا في سيناء ممن اصيبوا او اصيب ذويهم في التفجيرات الأخيرة في سيناء، وقالوا أنهم يعانون وضعا صعبا من ناحية الرعاية الصحية في عدد من المستشفيات، لا تتوفر لهم الرعاية الكافية، وطلبوا القوات المسلحة بالتدخل لنقل بعض من هذه الحالات لتلقي الرعاية الكاملة. قبل الهواء مباشرة اتصلت بأحد المسؤولين في المؤسسة العسكرية وعرضت عليه المشكلة، وقال لي عليهم الإسراع بالاتصال بمحافظ شمال سيناء أو بالملحق العسكري في سيناء وإبلاغه وإعطاءه حصر بالحالات التي تحتاج إلى العلاج، وستتولى الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة توفير كامل الرعاية الطبية لأهالينا في سيناء ممن تعرضوا لإصابات بالغة في التفجيرات الأخيرة. وتستطيعون أيضا أن حضراتكم تتواصلوا على صفحة برنامجنا وتبعتوا الحالات اللي تحتاج إلى علاج وسيتم إيصالها إلى المؤسسة العسكرية. ده واجبنا وده حقكم الطبيعي، أنتم تتحملون قدرا كبيرا من المعاناة في هذه المرحلة، وإن كان يصعب على البعض تفهم ما يحدث في سيناء، لكن بالتأكيد هناك تقدير للدور الكبير اللي بيقوم به أهالينا في سيناء في مواجهة الإرهاب. حلقة جديدة من كلام تاني. النهاردة في كلام تاني هاخد حضراتكم لمجموعة من التقارير والمحطات اللي هنتنوع فيها بين عدد من الموضوعات والملفات. عارفة طبعا النهاردة الجمعة كان في شكوى من مسألة وتيرة ما للعنف، تفجيرات، تحركات للإخوان في المطرية، لكن خلينا أقول لحضراتكم أن ده هيفضل ربما لجمعتين ثلاثة، لأن كان في نوع من الصحوة على ما يبدو في تحركات الإخوان منذ 25 يناير حتى الآن، لكن الإجراءات الأمنية التصريحات الصادرة عن المسؤولين في وزارة الداخلية بتقول إن في ملاحقة مستمرة لهذه العناصر، وإن بيتم ضبط عدد من الخلايا والسيطرة على الأمر. لأن في ناس النهاردة كانت بتتساءل هل هنرجع زي جمعات سابقة يفضل فيها العنف والتظاهر والتوتر هو السمة الرئيسية؟ ربما هناك بعض التحليلات اللي بتتوقع ان سقف او ارتفاع وتيرة العنف اللي بدأها الإخوان منذ 25 يناير ستبدأ في الانحسار قريبا. خلينا استعرض مع حضراتكم مجموعة من التقارير. طول الوقت هنفضل نتكلم عن الانتخابات البرلمانية، لكن احنا في كلام تاني بناخدها من زاوية مختلفة. صحيح ان احنا هنناقش مع مجموعة من الشباب النهاردة فكرة مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية القادمة، لكن تناولنا في المقدمة هيبقى تناول خفيف شوية. كيف تم التعامل فنيا وسينمائيا مع فكرة استخدام المال في الدعاية الانتخابية؟ صورة البرلماني في الفن والسينما كان شكلها ايه؟ ده تقرير الزميلة أسماء فرغلي. انا هرشح نفسي في مجلس الشعب. اي حد عايز يرشح نفسه يرشح نفسه، محدش هيقول لا. بس ينجح ازاي؟
بلعبتنا احنا. عرفت السينما دائما بأنها فن الواقع وتجسيد قضايا المجتمع، وبما أننا أصبحنا نحيا ونتنفس بالسياسة، فلم يخلو فيلم أو عمل سينمائي من الإسقاط المباشر أو غير المباشر على قضايا سياسية، وكان للبرلمان نصيب غير هين من هذا التناول. شخصية النائب البرلماني ظلت موقرة ومهابة وتحظى بانطباع لدى فئات المواطنين بأنها صاحبة الوجاهة الاجتماعية التي يصعب المساس بها، وهذا ما جسدته السينما منذ العمل الفني الأول الذي تناول شخصيات مجلس النواب وحمل اسم أنشودة الفؤاد عام 1932. واستمرت هذه الصورة لفترة كانت أكثر النماذج فيها سوءا من نصيب الفنان زكي رستم في فيلم نهر الحب، حيث أتقن دور عاشق السلطة لدرجة التضحية بحياته الشخصية في سبيل الحفاظ على هذا المنصب. شرفي هو مجدي الأدبي والسياسي، هو كرسي الحكم، هو شهرتي، هو إني أبقى صاحب معالي وبعدين صاحب دولة ومقام رفيع، هو ده اللي يخلي الناس تحترمني. ومع بداية السبعينيات تحولت هذه الصورة إلى النقيض، فأصبحت شخصية نائب البرلمان مجالا للنقد والسخرية. وتربع على عرشها الزعيم عادل إمام، فأدى شخصية فتحي نوفل المحامي الذي أدرك أن السياسة لعبة مصالح، فسعى لعضوية مجلس الشعب لاستخدام نفوذه في تحقيق أهدافه، وذلك عبر فيلم طيور الظلام. وتناول أيضا شخصية المرشح البرلماني بشكل ساخر خلال فيلم الجردل والكنكة. والملاحة والملاحة وحبيبتي مال والطراحة والذي رصد آليات الدعاية والسمسرة وشراء الأصوات، وقدم نموذجا واضحا لرجل الأعمال الذي يستغل أمواله للحصول على النفوذ وحصانة المجلس. 1342 شخص غير اللي تلموا على الزيطة، النفر خد 50 جنيه. مش كتير 50 جنيه النفر؟ الكومبارس متكلم يا حاج، في السينما بياخد اكتر من كده. على كده بقى ده فيلم كبير قوي. بالإضافة لفيلم اللعب مع الكبار، والذي تناول نموذجا آخر لفساد نائب البرلمان الذي يستغل حصانته في تهريب المخدرات. وكان مرجان أحمد مرجان رجل الأعمال الذي يجد في ماله وسيلة لشراء كل شيء منها ذمم الآخرين حتى يشتري به عضوية البرلمان. من 4 أيام في قط طلع من الجيزة وصل العياض زي الفل، ما حصلش اي حاجه، والركاب كانوا سعداء كلهم قعدوا يغنوا الحياه حلوه للي يركبها. كما القى فيلم الجزيره الضوء على نائب مجلس الشعب الذي يعد بمثابه موظف لدى العائلات والقبائل الكبيره في الصعيد، فيحصل على دعمهم مقابل تسهيل تجارات ممنوعه. توالت الأعمال السينمائية التي سلطت الضوء على نواب البرلمان، فتناولت أفلام عمارة يعقوبيان وصرخة نملة وفي محطة مصر القضايا نفسها، ورصدت ظاهرة المال السياسي واستغلال النفوذ وغيرها، فقدمت مشاهد ليست بعيدة عن واقعنا السياسي. فلن ينفصل أبدا هذا الفن وذاك، فن الممكن وفن الواقع. أسماء فرغلي، كلام تاني. طبعا احنا النواب بتوعنا زي الفل، والدعاية الانتخابية شغالة بطريقة تانية، والناس بتعمل كلام تاني في الدعاية الانتخابية. اوعوا تفكروا ان المخاوف اللي الناس قاعدة تقول عليها ان الانتخابات دي هتبقى اسوأ انتخابات، او ان الانتخابات دي هتجيب فلول الحزب الوطني، ولا لا 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 كله تمام ومفيش اي مشاكل، ولا بنستخدم المال السياسي ولا بنستخدم حاجات تانية. الحكاية الحقيقة تحمل قدرا عاليا من التفاؤل. كلامي ده بقى كلام هزار ولا كلام جد؟ حضراتكم اللي هتحددوا. نروح للموضوع اللي شغل الناس من الناحية الاقتصادية هذا الأسبوع، وهو هبوط الجنيه المصري أمام الدولار. طبعا هذه المسألة اتقال فيها كلام كتير، بس احنا لما نيجي نتكلم في المسألة لازم نتكلم كلام اقتصادي علمي صحيح. ايه بقى الكلام الاقتصادي العلمي الصحيح؟ الكلام الاقتصادي العلمي الصحيح انك في فترة ما عشان تمشي صح في مسار صح لازم تحرر سعر الصرف،
لازم تتعامل مع هذه المسألة بجدية شديدة، لأن من الناحية الاقتصادية ده هيبقى ليه أثار إيجابية للغاية على الاستثمار، اللي احنا عندنا مشاكل كبيرة أصلاً احنا ما عندناش استثمار، وعلى من ناحية تانية إمكانية زيادة الصادرات. طبعاً المسألة إن معالجة تحرير سعر الصرف بصراحة شديدة تأخرت كثيراً، وكان يمكن أن تحدث في وقت مبكر، وكان يمكن أن تحدث قبل أن نستنفذ قدرا من المخزون بتاعنا أو الاحتياطي بتاعنا من النقد الأجنبي. لكن على أي حال هذه الخطوة الآن من الناحية الاقتصادية هي ناحية أو هو اتجاه صحيح، يمكن من الناحية الشعبوية أو من الناحية العامة تبدو غير إيجابية، لكنها في الحقيقة خطوة اقتصادية وفقا للتقديرات الاقتصادية خطوة صحيحة. نشوف تقرير زميلة يارا عنين. بعد هبوط الجنيه وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، تضاربت الآراء حول ما إذا كانت سياسة البنك المركزي المفاجئة للقضاء على السوق السوداء للعملة صائبة، والتي تعتمد على تضييق الفجوة بين سعر الرسمي وسعر السوق الموازية، بحيث يصل سعر صرف الجنيه المصري في البنوك إلى 7.63 جنيه للدولار الواحد، مسجلاً أدنى سعر رسمي على الإطلاق. السوق السوداء كان فيها إجراءين، جزء منها إداري وقضائي وقانوني، إن أنا أقدر في النهاية إن أنا أقضي عليها من خلال إجراءات قانونية أو قضائية. الجزء الثاني وده الجزء الأهم بقى، هو مسألة إن أنا أوفر مصادر جديدة من العملات الأجنبية. كان البنك المركزي نتيجة إن إحنا النهاردة هنبدأ ندخل الفترة اللي جاية في مسألة إن هيكون في طلب متزايد على الدولار لما تبدأ مصانع جديدة تشتغل ولما تبدأ حاجات جديدة تبني، فكان من الطبيعي إن هو يتخذ إجراءات تنهي هذا الموضوع. يعتبر سعر الصرف هو المقياس لأداء الدولة الاقتصادي، وانعكاس لحالة الاستقرار السياسي داخل المجتمع، كما يعتبر مقياسا لمدى توافر مناخ جيد للاستثمار بالدولة، بالإضافة إلى دوره المهم في التأثير على مستوى القدرة التنافسية لمنتجات الدولة. أن يكون القائمون على الاستثمار لهم فعالية وقدرة على التصرف ويتخذوا قرارات لا يتباطؤوا، أن تحل مشاكل المستثمرين الموجودين، أن تكون قوانين العمل والعمال أفضل، وأن تكون تكلفة الموارد تكلفة المرافق العامة من كهرباء وأرض وإلى آخره بالأسعار المعقولة، هذا هو الذي يؤدي إلى تحسين الاستثمار. أثار استمرار البنك المركزي في رفع السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه مخاوف المستثمرين وأصحاب الأعمال الحرة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع سعر الدولار بما يؤثر سلبا على مستويات التضخم، فيما وصف آخرون قرار البنك المركزي بالسماح للدولار بالصعود لأعلى مستوياته الرسمية منذ أعوام بأنه ذبح للطبقة المتوسطة، مؤكدين أنه لن يوقف السوق السوداء حسب ما يزعم البنك المركزي. مسألة التسعير بالنسبة للعملات الأجنبية بتفيد في أكثر من حاجة، أولا بتفيد إن ده بيكون الواقع الحقيقي فعلا، بيساعد تخفيف الضغوط اللي موجودة على الأسعار بالنسبة للسوق السوداء اللي انتشرت وانتعشت بشكل كبير جدا في مرحلة من بعد الثورة. النقطة الثالثة كانت المسألة متعلقة بجذب الاستثمارات، لأن المستثمر لما يجي ويلاقي السعر مختلف عن السعر الحقيقي فده بالتأكيد بيخليه خايف كتير إن هو يضخ استثمارات. النهارده واحنا بننقي الاجواء مع مؤتمر شرم الشيخ اللي جاي والاصلاحات الاقتصاديه اللي بتتم دلوقتي، من الطبيعي ان يكون سعر صرف الجنيه امام الدولار هو سعر حقيقي. وفي ظل الاستعدادات الجاريه لتنظيم مؤتمر دعم وتنميه الاقتصاد المصري خلال مارس المقبل، والمنتظر انه يكون احد الخطوات الايجابيه لاعاده ثقه المستثمر الاجنبي الى السوق المصري، يبقى تحقيق التوازن في استقرار سعر الصرف والسيطره على ارتفاع سعر الدولار مقارنه بالجنيه المصري ضروره ملحه لتحسين الاقتصاد المصري. يارا عيناني، كلام تاني. احنا كمان عايزين السيد محافظ البنك المركزي، بما انه بيشتغل على سياسة اقتصادية احنا بنقول من الناحية الاقتصادية ان هي سليمة والمتعلقة بتحرير سعر الصرف، ياريت كمان يشغل لنا شوية على مسألة التضخم. في ناس كتيرة جدا مش عارفة ان محافظ البنك المركزي هو المسؤول في الحقيقة عن التعامل مع مسألة التضخم وارتفاع الاسعار. دي حكاية كبيرة هبقى احكيها لحضراتكم ونخصص ليها حلقة من الحلقات. هاخدكم لبعض المحطات السريعة كده عن عدد من الموضوعات اللي بتتعلق بالواقع المصري، وهنروح النهاردة الجمعة. صحيح في حاجة عندنا اسمها سوق الجمعة، بس احنا هنعمل لكم سوق تاني، سوق التلات. حكاية سوق التلات ده التقرير اللي عملته الزميلة أسماء فرغلي.
شعور بالفرحة يغمرك عند سماع زرغوتة تنطلق من أعماق شارع عتيق يزيد عمره عن 1000 عام، شارع حمام الثلاث. تعود نشأته إلى عصر المماليك ويقع في حي الجمالية في وسط القاهرة، واشتهر بهذا الاسم حيث كان به حمام شعبي يتجمع به التجار والمسافرون للتخلص من عناء الطريق، كما كان أيضا بمثابة مركز تجميل بلغة اليوم، فكان يأتيه الفتيات قبل زواجهم، لذا تحول الشارع بمرور الزمن إلى سوق لتجهيز العرائس. سوق تميز عن غيره من حيث انخفاض الأسعار وشموله كل ما يلزم العروس، لذا كان يأتيه الجميع من كافة المحافظات. أي أسعار هنا بتاخديها بتاخديها سعر جملة، مش ربح بسيط، عشان كده دايما عشان من اسكندرية لأسوان بيصب هنا عندنا في حمام الثلاث. لا هنا الأشكال كتير متنوعة وأسعار كويسة، ممكن تنزلي وتفصلي، ما فيش أي مشكلة خالص. يعني لما تروح هنا حمام الثلاث غير لما تروح من أي محل في أي منطقة تانية، مش هتلاقي عنده كل الكم بتاع إيه الأدوات المنزلية. هو حمام الثلاث معروف هنا وحاجته نظيفة جدا، أنضف حتة في القاهرة تمن حمام الثلاث، حتة معروفة من زمان وإحنا بنجيب حاجتنا كلنا من هنا. هو معروف أصلا بالبضاعة الحلوة ومرتاحة شوية عن ما في عندنا هناك، فاحنا بناخد بقى كل حاجتنا من هنا بإذن الله. لكنه الآن يكاد يخلو من المارة سوى العاملين به. الوضع كان الأول كويس والناس بتنزل تشتري وبتاع، زي ما كل الناس كان معاه فلوس، دلوقتي ما فيش حد بيشتري، وزيكي زي ما انت شايفة حضرتك كده والله ما لاقين ناكل، ما فيش شغل، أسعار نازلة تحت، الاستيراد كتر والتعريفة الجمركية عليت و المستوردين بتعاني، البضاعة زادت والرقود شغال. السوق ما شفتهاش انت، كانت الناس هتبقى ماشية، ما تقدريش تقف انت مكانك كده، الحال وقف ويعتلم به ربنا. طبعا زي ما انتم شايفين ما فيش ولا زبون، المفروض يوم الجمعة ان احنا اساسا ما بنوقفش الوقفة دي، حضرتك شايفة كل الناس واقفة ولا بيع ولا شراء. حالة ركود ملحوظة يشهدها سوق حمام الثلاث الذي لم تنقطع شكوى بائعيه من سوء أحوالهم بعد انخفاض حركة البيع فيه، إلا أنه سيظل متميزا برائحة الماضي وعبق التاريخ التي جعلته أشهر الأسواق الشعبية في مصر. أسماء فرغلي، كلام تاني. عايزين نعمل موضوع او تقرير عن معدلات الجواز في الفتره دي، شكلها ايه؟ هل زادت هل قلت؟ هو طبعا الرئيس طالب بمساله الانجاب دي يتم تقنينها او تاجيلها، يعني اللي عنده واحد يستنى قال تقريبا 3 سنين، واللي عنده 2 قال تقريبا يستنى 6 سنين. هو كان ليه حسبه كده او طريقه في الترتيب، لكن احنا بنفكر نعمل حاجه الاسبوع الجاي عن معدلات الزواج شكلها ايه الايام دي، عشان نشوف الناس هتستخدم سوق الثلاث ولا ما تستخدمش سوق الثلاث. نروح للمقاهي، القهاوي دي بتعتبر متنفس لكثير من الناس. الناس بترجع من شغلها تعبانة زهقانة، مش عايزة تقعد في البيت، عايزة تتنفس شوية. طبعا هي ما بتتنفسش هواء، هي بتتنفس شيشة وبتتنفس حاجات تانية، لكن على الأقل هي من الناحية النظرية متنفس. في أسباب بتدفع الناس للجلوس لساعات طويلة على المقاهي، ده الأسباب دي هيرصدها زميل مصطفى سامي في تقريره، لكن خليكم مركزين كده شوية، مين أكتر الناس اللي بتنزل تقعد على القهاوي وإيه السبب اللي بيخليها تقعد على القهاوي؟ نشوف. أكثر من 47 ألف مقهى تراها في شوارع القاهرة، بدأت منذ القرن 16 الميلادي، جعلتها تلعب دورا اجتماعيا وملاذا للكثير من المشكلات، خاصة عندما تسأل أحد رواد هذه المقاهي دون النظر إلى الأضرار الصحية التي تسببها. طبعا الشيشة بتخش الشغل، فالشيشة لازم تشرب على القهوة، لكن السجارة بنشربها في شغلنا عادي، لكن الشيشة بنشربها على القهوة، فمينفعش أخد شيشة الشغل، فبحتاج مثلا أشرب حجرين شيشة، بسيب شغلي مثلا وأنزل أخد حجرين الشيشة بتوع القهوة وأطلع أكمل شغلي تاني. ما عادش حد طايل يعزم حد، فبقول استناني على القهوة، ده أسهل حاجة، أقرب قهوة مكان بنجتمع بيها ونتفق هنعمل إيه طول الأسبوع إن شاء الله. بيطلع يقعد على القهوة طبعا بينسى هموم البيت وبينسى مشاكله الخاصة ونتكلم في أوضاع الشغل وكده، فالواحد بيفك عن نفسه يعني.
بتريحك مثلا من قرف البيت شويه، بتنزل بتقعد تحت بتنسى يعني مشاكلك شويه، يعني عايز تفكر في مكان هادي بتقعد على القهوه. يعني ابسط الامور قوي لو مراته ضايقته ولا نكدت عليه ولا بتاع هينزل يقعد على القهوه شويه. انا اديني بقعد على القهوه عشان ما فيش يعني بلعب دومنه وبسلي نفسي، ومنها ما فيش شغل. انا واحد من الشباب اللي قاعدين في البلد ما فيش شغل، فالعمال كترهم مش لاقيين شغل بيقعد على القهوه. ولكن مع انتشار المقاهي الغير مرخصة بشكل فوضوي أصبحت تعوق حركة السير في الشوارع، فلم تعد أثارها مقصورة فقط على إزعاج السكان القريبة لها، لتمتد إلى المرة أنفسهم بعدما باتت هذه الظاهرة في الانتشار العشوائي واحتلالها الأرصفة الرئيسية. الرصيف دوت للمشاة، لما هو يطلع بعشر كراسي ولا 15 كرسي كده ما فيش مشاة كده، اصبح مثلا لو اختي ولا اخت حضرتك عايزه تعدي هتتكسف. صاحب القهوه حاطط الكراسي قدام بره تمام، ومش بره حتى بترابيزه او اتنين، بقت حاطط قهوه بره القهوه. وجت الحكومه قبل كده وشالت، والبلديه جت شالت الحاجه، مفيش اول ما الحكومه تمشي بيروحوا مطلعين الكراسي تاني بره. الارصفه مش بتاعته لوحده، يعني دي منفعه عامه ما ينفعش ان هو يستفيد بيها لوحده. طب الناس هتمشي فين؟ هتنزل تمشي في الشارع؟ طب العربيات هتمشي فين؟ اجراءات تتخذها الاجهزه الامنيه ضد المقاهي المخالفه، لتشهد معظم المناطق حملات لإزالة الإشغالات، ولكن سرعان ما تعود الحياة إلى ما كانت عليه. حقيقة لن تستطيع أن تنكرها، فالمقاهي باتت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية باختلاف أعمارنا، ولكن مع انتشارها الكثيف واستغلال الأرصفة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة أصبحت الآن انتهاكا للملكية العامة. مصطفى سامي، كلام تاني. هو الحقيقة المكان اللي مصطفى سامي عامل فيه الختام ما يحسكش دي قهوة، يحسك ده استاد، يعني كراسي وعدد كبير جدا، يمكن يكونوا كانوا بيتفرجوا على مباراة ولا حاجة. خلينا نتكلم الكلام الجد في المسألة دي، مسألة المقاهي ونزول المقاهي، عشان بس ما حدش يفكر ان انا ضد للناس تقعد عليها. طبعا الناس لازم تتنفس وتقعد مع اصحابها وتقعد في قهوة، تقعد في كافيه، تقعد في اللي انتوا عايزين سموه، مش هي دي القضية. القضية هي المسألة او الظاهرة اللي بقت موجودة لما عدد كبير جدا من المقاهي بيحتل، وكلمة يحتل دي هي التعبير الصحيح، الرصيف بشكل كبير جدا. سمعتوا حضراتكم الشاب اللي كان في التقرير بيتكلم عن بقت قهوة برا القهوة، يعني هو عنده حيز للقهوة بتاعته، بياخد كمان الحيز المحيط في الشارع كده ويضمه بشكل إجباري، وزي ما قال المواطن بسيط في التقرير، وما تيجي الحكومة ماشي خلاص بيخلصوا دلوقتي، لكن بيرجعوا مرة تانية. المقاهي من حق الناس أنها تقعد على المقاهي، ودي لها تاريخ كبير جدا في مصر، لكن المسألة الضوابط التي تحكم هذه المسألة، ومن حقكم كلكم تقعدوا على القهوة، عشان بس الناس اللي معايا في البرنامج زعلانين، لا كل الناس تقعد على القهوة، عنديش مشكلة. طيب نروح لمشكلة بين الحين والآخر بتطلع، وهي النهاردة عندي مجموعة من التقارير يعني تقريبا فيها محطات خفيفة كده، يعني خفف عليكم المسألة شوية. النهاردة الجمعة نهاية الأسبوع، وكان عندنا أسبوع صعب جدا. الأفلام سنوات طويلة مرت مسألة الرقابة على الأفلام بمحطات مهمة، كان دايما عدد من الأفلام بيتم منعها، إما لأسباب سياسية وإما لأسباب أخرى تتعلق بالآداب العامة للمجتمع. عشان كده بدأت تظهر ظاهرة ما يسمى بمصادرة الأفلام. نشوف تاريخ هذه المسألة في تقرير الزميلة داليا علي. السينما مرآة الواقع، هكذا يرى الكتاب والمخرجون وأعضاء العمل الفني، إلا أن واقع السينما المصرية أثبت أنها سلاح ذو حدين، ما عرض بعض الأعمال للمصادرة والمنع من قبل الجهات المسؤولة. الاعتبارات الأخلاقية والمحتوى الجنسي لم يكن السبب الأوحد، لكن الإسقاطات السياسية كانت لها نصيب في منع أفلامها من العرض، كذلك التعرض بشكل أو بآخر للمقدسات والقيم الدينية. تلك الأسباب اعتبرتها الهيئات الرقابية خطاً أحمر في التعامل مع العمل الفني. الله معنا من أوائل أفلام السينما المصرية التي منعت من العرض بعد أن تناولت السلطة الحاكمة. تلتها بعد ذلك العديد من الأفلام التي منعت في فترة الستينيات والسبعينيات لتضمنها إسقاطات سياسية تعرضت لفترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والتي كان من أشهرها فيلم شيء من الخوف الذي أجيز عرضه بعد مشاهدة الرئيس عبد الناصر له. كفر أرانب، كفر عاجل وحكيم،
شيء من الخوف ما يأذيش. وفيلم العصفور الذي أنتج عام 1972 ومنع من العرض لتعرضه لمرحلة الهزيمة عقب حرب 67 قبل أن يسمح بعرضه بعد نصر أكتوبر 73. سلسلة الأفلام التي تعرضت للمنع أو المصادرة لم تقتصر على هذه الأعمال فقط، حيث تعرض فيلم زائر الفجر للمنع من العرض بعد أسبوع من طرحه في دور العرض عام 73 بسبب قوة تأثيره وحساسية الفترة واهتزاز الوضع السياسي آنذاك، بالإضافة لفيلم إحنا بتوع الأتوبيس الذي أنتج عام 79 ومنع من العرض لعدة سنوات لإبرازه مشاهد تجسد بشاعة التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون. خليه يطلعني من هنا، خلي عقولنا ابويا والام والاخوات ما يستنوش حاجه من مهية، رمدوني خلاص ما بقاش في مهية، انا غلبان يا اخوانا، غلبان يا عالم يا حكومه يا ناس، تعالوا بدلوا اتوبيس يا اخوانا. المشاهد المبتذلة والإيحاءات الجنسية كانت سبباً لمنع عدة أفلام من قبل الأجهزة الرقابية، لعل أبرزها كان فيلم المذنبون الذي منع من العرض بعد طرحه في دور السينما وأدى لمحاكمة موظف الرقابة لاحتواء أكثر من نصف مشاهده على لقطات جريئة تخدش الحياء العام. وفيلم أبي فوق الشجرة الذي اعترضت الرقابة عليه لكثرة عدد القبولات بين أبطال الفيلم وحذفت العديد من مشاهده لتسمح بتداوله سينمائيا. أما فيلم ضرب الهوى الذي دارت أحداثه الرئيسية داخل بيوت الدعارة فاعتبرت الرقابة أنه يسيء لسمعة مصر وللآداب العامة. كذلك فيلمي خمس باب وجنون الحياة اللذان منع للأسباب بذاتها، لتختتم رقابة مصادرة الأفلام بمنع عرض فيلم حلاوة روح من إنتاج شركة السبك السينمائية الذي أثار أزمة بعد أن تعرض للمنع من قبل رئيس مجلس الوزراء لأسباب أخلاقية، إلا أنه أعيد عرضه مرة أخرى بعد حصوله على حكم قضائي. تجسيد الأنبياء والرسل والمساس بتعاليم الأديان مثلت السبب الثالث لمنع عرض عدد من الأفلام، كان من بينها فيلم الرسالة بسبب موقف الأزهر المناهض له، كما استطاع شيخ الأزهر منع يوسف وهبي من تصوير فيلم محمد رسول الله عام 25 مما أجبره على تقديم اعتذاره عن تجسيد الدور. العديد من الأفلام الأجنبية نالت نصيبا من المنع في دور العرض المصرية، كان من بينها فيلم آلام المسيح الذي تعرض للمنع قبل أن تسمح رقابة بعرضه على أن يكون للكبار فقط، وفيلم شفرة دافنش الذي منع من العرض بسبب الإساءة للمسيح ومعتقدات الدين المسيحي، بالإضافة لفيلم نوح الذي رفض الأزهر عرضه لتجسيده الأنبياء والمساس بالمعتقدات الدينية، وأخيرا كان فيلم الخروج آلهة وملوك الذي يروي قصة النبي موسى والذي منع من العرض للأسباب ذاتها، ليظل التباين في وجهات النظر قائما حيال منع الأفلام من العرض، فما بين الموافقة والرفض يبقى الواقع قائما وأنه لا مجال لعرض محتويات تمس المعتقدات والأديان أو تسيء للأخلاق والصورة العامة للمجتمع. دليا علي، كلام تاني. فتلاقي كلام يطلع يقولك ايه اللي انتوا بتعملوا ده، بتمنعوا الافلام ليه، دي اسمها اعتداء على حرية الابداع. وبعدين في مسألة الاختيار، ده فيلم في السينما، لو انت مش موافق عليه من الناحية الاخلاقية او من الناحية السياسية ما تروحش هذا الفيلم. لكن في رأي تاني بيقول ان المسؤولية الاخلاقية تجاه هذا المجتمع تقتضي ان يتم تقديم اعمال لا تخدش الحياة العام، أو الناس اللي بتروح أو بأسرها أو بأطفالها للسينما ما تلاقيش مشاهد أو تلاقي لقطات مثيرة تبقى هي مكسوفة قدام ولادها هي هتفسرها إزاي. الحقيقة أن اللي بيقول الكلام التاني ما بين وجهة النظر دي وما بين وجهة النظر الأخرى هو حضركو، هل ستقبلوا على أعمال من هذا النوع أو لا؟ أنا طبعا بتكلم عن أعمال التي تتعلق بمسألة أخلاقيات أو الأداب العامة للمجتمع. الأفلام اللي بتتعلق بالناحية السياسية بتالي لسه ما قالوش إن هما منعوا فيلم حتى الآن لأسباب سياسية في الوقت الحالي، هل هيحصل ده ولا لا؟ هنشوف. نروح لسينما الأطفال، وهي بقى فين سينما الأطفال وهي فين برامج الأطفال؟ مش عارفة بقول سر ولا لا، احنا قريبا في دريم إن شاء الله هنطلق مجموعة من برامج الأطفال، احنا مهتمين بهذه المسألة. طبعا في مشكلة كبيرة جدا تتعلق ببرامج الأطفال، انت ما بقاش عندك برامج، حتى الدور اللي كان بيقوم بيه التلفزيون المصري في مسألة تقديم برامج للأطفال
بقت فيه كارثة. وأنا قبل كده نشدت الأستاذ عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وهو زميل عزيز أن يهتم بهذه المسألة، أن يتم توفير برامج للأطفال، أن يتم تقديم سينما للأطفال. ليه في مشكلة في أفلام الكرتون في مصر؟ ليه سبنا ولادنا للأفلام الخليجية أو الكرتون الخليجي مع كامل الاحترام، أو حتى الكرتون الأجنبي؟ نشوف الأسباب. في عالم الخيال ومدينة الأحلام تحركت الرسوم الملونة على الورق وخلقت شخصيات رافقت الطفولة. فمنذ زمن بعيد منح والت ديزني الحياة لميكي ماوس ودونالد داك وجوفي، وأنتجت شركته أول فيلم رسوم متحركة في عالم السينما عام 37، والذي عرف باسم سنو وايت والأقزام السبعة. واستمرت ديزني على مر العقود في إنتاج مئات الشخصيات الكرتونية التي علقت في وجدان الصغار باختلاف جنسياتهم. حازت هذه الأفلام على العديد من جوائز الأوسكار، وتمت دبلجتها وترجمتها إلى جميع لغات العالم. ومع التقدم العلمي والتكنولوجي أصبح إنتاج أفلام الأنيميشن من أضخم الصناعات التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة، والتي وصلت إيراداتها إلى ما يزيد عن 54 مليار دولار أمريكي. تكلفة دقيقة فيلم الكرتون يعني عملية مطاطة جدا، في إنتاج متوسط وإنتاج ضخم وإنتاج فقير، زيه زي الأفلام الكبيرة. هي غالية، الناس ما بتتوقعش أن صناعة الرسوم المتحركة غالية لأنها بتاخد جهد كبير وفريق كبير. يعني ممكن تتراوح يعني مش أقل من 8000 جنيه الدقيقة. إحنا للأسف دايماً بنشتغل بالذات في شغل الأطفال، حتى التفكير فيه بيبقى بأقل الإمكانيات، مع أن المفروض إنه يكون العكس. الخيال والفكرة هما كل ما تعتمد عليه هذه الصناعة باهظة الثمن، ولكن مشكلات التمويل والتسويق ربما كانت السبب وراء عدم إنتاج هذا النوع من الأفلام في مصر. فوجود شخصيات كرتونية مصرية تعبر عن الواقع وتنافس الإنتاج الغربي تعد تجربة قديمة قدمها الإخوة فرانكل عام 35 من خلال شخصية مشمش أفندي. بعقم من زمك جنتي وجعل أو بشعارك لبكرة تبقى عجب رنجي، وحط لك ورد على ودالك بس بقى ما ترضى شيء. تجربة مشمش أفندي دي تجربة رائدة، كان عمل لها السيناريو الأستاذ بديع خيري، وأستاذ بديع خيري معروف أنه بيكتب أغاني وبيكتب كان مسرحيات للريحاني، لكن هو ما استصغرش أنه هو يعمل حاجة للأسرة المصرية بميديا مختلفة. فجت تلقائية كانت تجربة وما استمرتش للأسف. إحنا يعني بنبتدي التجربة بيبقى بجهود فردية، لكن الدولة ما بتتبناش هذه الجهود، أو ما بيبقاش فيه زي خطة قومية إحنا عايزين نعمل إيه في الشغل ده. على الرغم إنه شغل الأطفال إحنا في مصر بنمتاز بيه بشكل غير عادي، لأن أغلب الدول العربية بتيجي تنتج عندنا، إنما ما حصلش مثلا إنه بقى في جهة بتتبنى حاجة زي دي، وبتتبنى إنه مستوى الشغل ما يبقاش قليل، وبتتبنى الناس اللي هي بتشتغل فيه بالدورات التدريبية يعني بعثات. أنا أظن في مشكلة مصر إنها الصناعة موجودة والناس كتير موهوبين وفنانين يعني لهم قدرات كويسة، إنما التسويق مش موجود، وخصوصا التسويق في العالم العربي. التسلية والترفيه جوانب أساسية في الشخصيات الكرتونية، وتأثيرها على الأطفال والارتباط بأبطال العمل الكرتوني يجعل منها سلاحا ذو حدين، فهي رسوم قد تحرك رسائل وتشكل وعي وثقافة الأجيال. دليا علي، كلام تاني.
انا حسيت دلوقتي ان هي مش سينما الاطفال، هي سينما الاطفال وسينما الكبار، لان احنا عاده الكبار بنتفرج برضو على سينما الاطفال. هذه الصناعه الحقيقه تحتاج في مصر الى اهتمام كبير زي ما شفنا في التقرير. عندنا فكره الابتكار وعندنا فكره الابداع، ربما تكون في بعض المشاكل الخاصه بالتمويل، لكن الحقيقه ان مفيش قرار الناس بتاخده، مفيش منتجين بيدخلوا هذه المجالات، رغم ان السوق لو هم طرحوا مجموعه من افلام الكرتون او اشتغلوا على مساله صناعه سينما للاطفال اعتقد ان هي هتبقى لها نتائج ايجابيه. انتظرونا قريبا ان شاء الله هيبقى عندنا في دريم برامج جديده للاطفال. اروح مع حضراتكم لموضوع رياضي، عشان كده عملنا لكم النهارده كل التشكيله والتنويع اللي احنا عايزين نقدمها. لسنوات طويلة فكرة عقدة الخواجة أو المدرب الأجنبي فضلت مسيطرة على الساحة الكروية بشكل كبير جدا. كان في وجهتين نظر دايما بتقول إن فكرة الاحتكاك الخارجي في الملاعب الدولية بيوفر للمدرب الأجنبي خبرة كبيرة في مسألة الاحتراف، ممكن ده ما يكونش متوفر في المدرب المحلي. في ناس بتقول لا، كان عندنا نماذج أيضا من المدربين المحليين متميزين لأنهم بيبقوا فاهمين نفسية وطبيعة اللاعب المصري. النموذجين موجودين، رحم الله الكابتن محمود الجوهري يحتل مكانة كبيرة جدا في قلوبنا كمصريين كأحد المدربين الوطنيين اللي تميزوا في تاريخ الكرة المصرية، لكن في ناس كمان ستظل معجبة بشكل كبير جدا بمانويل جوزي. نشوف. تاريخ عريق للكرة المصرية شارك في صناعته مدربون كثر، البعض ترك علامة مميزة والبعض الآخر ترك خيبة الأمل. فخلال أكثر من 80 عاما مر على الكرة المصرية مدربين من مختلف الجنسيات، بدأها المدرب الإسكتلندي جيمس ماكاري الذي يعد أول مدرب أجنبي في تاريخ مصر ليقود المنتخب ويتأهل لكأس العالم في عام 1934، ويتأهل أيضا لأولمبيات برلين ليحتل المركز 11، ويتعاقب بعده مدربون برزوا على الساحة الكروية آنذاك. ومع مرور الوقت تدخل مصر حقبة جديدة وعصرا جديدا للكرة. كان للألماني راينالد سوبل المدير الفني الحالي للجونة 3 تجارب مع الأندية المصرية، والذي سبق له قيادة الأهلي ليحقق خلال فترته 3 بطولات للدوري المحلي، ولكن فشله قريا قاده للرحيل. أما الألماني راينال هولمان درب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ليعرف في يوليو 1995، حيث قاد الأهلي إلى لقب الدوري مرتين متتاليتين ضمن الفترة الذهبية للأهلي في التسعينيات. رجعت لي العمارة لبين الكرة بالعرض عند علي ماهر ومن أشهر المدربين الأجانب الذين جاءوا إلى مصر الهولندي روت كرول صاحب 65 عاما، فقد تولى تدريب المنتخب الأولمبي وقاده للتتويج بدورة الألعاب الإفريقية في 1995، ثم تعاقد مع الزمالك في 1997 ليقوده إلى لقب بطولة الأفرو أسيوية، ليتم إقالته بعد ذلك من قبل إدارة النادي قبل أن تستعين به مجددا بعد 10 أعوام لينجح في إعادة الفريق الأبيض إلى منصات التتويج ببطولة الكأس عام 2008. أما كارلوس كابرال قاد القلعة البيضاء في 2002. وبيشوط والكورة حلوة، جول جميل 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 جميل، تامر يا سلام. ليحقق خلالها اللقب الأخير للزمالك في دوري أبطال إفريقيا، كما حقق بطولة الدوري وكأس السوبر الإفريقي والمحلي. ليأتي مانويل جوزي المدير الفني الأفضل في تاريخ مصر بفضل البطولات التي حصدها مع القلعة الحمراء. حط 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 الله 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 عليك الله عليك يا حبيب والديك، الله عليك يا حبيب والديك. ليحصد مع النادي الأهلي 20 لقبا مختلفا، ليتولى مهامه أول مرة عام 2001،
قبل أن يرحل بعدها بعام، ثم يعود مرة أخرى ويتولى عام 2004 ويستمر 5 سنوات ليحصد خلالها معظم البطولات المحلية والقارية ويسطر اسمه في تاريخ الكرة المصرية. مصطفى سامي، كلام تاني. وحشتنا الكرة قوي، وحشتنا سخونة الملاعب. طبعا التقرير كان عن المدربين الأجانب، بس احنا كمان وحشنا أبو تريكا، وحشنا نموذج تاني يتكرر تاني، ساحر جديد للكرة المصرية. أبو تريكا كان مبدعا، لكن للأسف يعني مش عارفة إيه اللي بيدخل الكرة في حاجة تانية، لكن هي عموما دخلت في حاجة تانية. نشوف التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع كيف تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الأحداث في مصر والعالم، في تقرير الزميلة خلود عبد الفتاح. سيطرت عدة مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، كان أبرزها تطبيق دب سماش النسخة المصرية، والذي انتشر بشكل ملحوظ على مواقع يوتيوب وفيسبوك من خلال تقليد بعض الشخصيات والمواقف المشهورة، والذي أثار حالة من الجدل بين النشطاء ظهرت من خلال التعليقات على صفحات الفيسبوك، وكذلك من خلال هاشتاغ دب سماش إيجيبت على تويتر. ولاقت حادثة حرق الطيار معاذ الكساسبة غضب عالمي، حيث دشنوا صفحات لإدانة ونعي الطيار على الفيسبوك بالإضافة إلى هاشتاغ معاذ الكساسبة على تويتر. على الجانب الآخر، حقق عدد من مقاطع الفيديو نسبة مشاهدة عالية على موقع اليوتيوب، حيث حصل مقطع فيديو سياسي لكلمة العاهل الأردني تعليقاً على حادثة الطيار معاذ على نسب مشاهدة عالية. فقد تلقينا بكل الحزن والأسى والغضب نبأ استشهاد الطيار الشهيد البطل معاذ الكساسبة رحمة الله عليه على يد تنظيم داعش الإرهابي الجبان. كما حصل مقطع تأثر الفنان أحمد حلمي بالحادث الإرهابي الأخير الذي وقع في سيناء على نسب مشاهدة عالية. إنه قد إيه صعب إنك أنت تسمع بكاء طفلة أبوها مات، قد إيه صعب ويهز بدنك ووجدانك إنك تسمع شهادة بيستشهدها طيار في طيارته وهي بتقع، قد إيه صعب إنك تشوف دموع زوج على زوجته نزلت وهي شايلة ورد عشان تدافع عن الحرية. بالإضافة إلى مقطع فيديو للجنازة نفسها. لننتقل من عالم الفيديوهات إلى عالم الصور، حيث نشر على الإنستغرام صوراً لأغرب وسائل النقل في العالم لرصد معاناة الشعوب في الحياة، فالطابع الجاد والسياسي سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع ليؤكد أن العالم الافتراضي غير مقتصر على الدعابة والسخرية فقط. خلود عبد الفتاح، كلام تاني. هذا الأسبوع كان أسبوع صعب في مصر، وبالتالي لازم وسائل التواصل الاجتماعي يخيم عليها الحزن بشكل كبير جدا. خلونا أقدم لحضراتكم مقدمة خفيفة النهاردة، عشان فقراتنا الحقيقة النهاردة فقرات تقيلة شوية، أو هنتكلم فيها كلام جد شوية. الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسرح الجلاء خلال الدورة التثقيفية أو في ختام الدورة التثقيفية، والتقى خلالها مع عدد من ممثلي أو عدد من الشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام. الحقيقة هي مش كلمة بمعنى كلمة، كان لقاء حمل قدرا من الحوار، أثار عدد من الموضوعات، في رسائل معينة جت في هذا اللقاء. زي ما قلت لحضراتكم، هو مش كلمة بالمعنى التقليدي للكلمة، وليس خطابا بالمعنى التقليدي للخطاب، لكنه يحمل قدرا ربما كما يصفه البعض من الفضفضة والحوار. فقرة خاصة بعد الفاصل في كلام تاني مع الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور، وأيضا الدكتور محمد بسيوني الأمين العام لحزب القناة. أهلا وسهلا بحضراتكم. اللقاء المفتوح الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من ممثلي القوى السياسية والشخصيات العامة والإعلامية في مسرح الجلاء، زي ما قلت لحضراتكم لم يكن خطاب الرئيس خطابا بالمعنى التقليدي أو كلمة يلقيها الرئيس، ولكنها حملت قدرا من الفضفضة، قدرا من الحوار المفتوح،
طرح عدد من الأسئلة، وجه رسالات أو رسائل لبعض الشخصيات وبعض القوى. هو في موقف بالتأكيد موقف صعب، يواجه تحديات كبيرة في سيناء، يواجه إرهابا متوحشا، يواجه عنف كبير للإخوان منذ 25 يناير حتى الآن، يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، يواجه سقفا من الطموح والمطالب التي يأمل فيها عدد كبير من المصريين. بات واضحا أنه يسعى لتحقيق التعبير اللي احنا كنا دايما بنتكلم عنه، فكرة الاصطفاف الوطني. فتجد رموز المعارضة، تجد منافسه حمدين صباح موجود في هذا اللقاء، تجده يوجه له رسالة، تجده يداعب أيضا حزب النور، تجده يوجه رسالة شديدة الأهمية لأسرة شيماء الصباح. يعني هناك جملة من المحاور شملت هذا اللقاء هنطرحها مع حضراتكم النهاردة في حوارنا مع ضيوفنا الأعزاء. الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور، أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. والدكتور محمد بسيوني الأمين العام لحزب الكرامة، أهلا وسهلا بحضرتك. اسمحونا بس يعني نطرح عدد من الكلمات أو العبارات التي تحدث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحوار لتكون مفاتيح لهذا النقاش. كنت لسه من كام يوم بكلم وزير الداخلية وبقول له بنت مصر، بنت مصر شيماء الصباح. خلي بالكم من كلامي ده، كل أبناء مصر وبنات مصر ولادي، والبنت دي بنتي، لازم تكونوا فاهمين كده كويس، وإلا يبقى أنتوا اعتبرتوني واحد غيركم مش منكم، اعتبرتوني واحد مش من أنا منكم، وأنتم مني، وشيماء بنتي، وتعازي لشيماء، لأسرة شيماء وأهلها وكل من يتألم لها من المصريين. بقول الكلمة دي ليه؟ شوفوا، عمر أبدا ما خطأ فرد، لو كان في خطأ فرد ما هتتحاسب عليه مؤسسة، وده اللي أنا حرصت عليه خلال الفترة اللي فاتت كلها واللي جاية، اللي هي إيه؟ إن إحنا نقيم دولة مؤسسات، دولة قانون، لما حد يغلط يتحاسب اللي غلط، لكن مش هنهد المؤسسة أبدا. أنا بقول كده وأنا ما أعرفش بكل إخلاص وبكل حق مين وراء قتل شيماء سيد وزير الداخلية. أنا بعد حضرتك والشعب المصري كله فندم، التحقيقات اللي بتجريها النيابة تحقيقات شفافة، وإذا ثبت تورط أي ضابط أو جدي عندي أنا بنفسي هقدمه للمحاكمة الجنائية والإدارية. وإذا ما حدث ذلك، إذا أثبتت النيابة في تحقيقتها أن أحد ضباط الداخلية أو المجندين هم المسؤولين عن وقعة مقتل شيماء، وقدم وزير الداخلية يعني هؤلاء القتلة إلى المحاكمة العادلة، إذن سنشعر بمصداقية ما يقال، ونشعر أننا نسعى بالفعل لدولة القانون، مش كده فندم؟ طبعا بالتأكيد، مقتل شيماء بيمثل علامة فارقة في المرحلة الراهنة. مقتل شيماء المسؤول عنها والمسؤول عن البحث عن الجاني هي الداخلية، هي التي واجهت المظاهرة السلمية اللي كانت بالورود من قيادات سياسية معروفين لدى الدولة كلها ولدى الأمن، وكان المفترض أنه يسمح بهذه المسيرة. عندما تصدى لها بقنابل الغاز أو بالخرطوش وسقطت شيماء، فإذا كان الشرطة هي التي ارتكبت هذا الجرم فلا بد أن تحاسب، إذا لم تكن هي فعليها أن يبحث عن الجاني، الداخلية هي المسؤولة عن مين الجاني في هذه في مقتل شيماء. طبعا الرسالة اللي وجهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنحترمها ونعزها ونجلها، وهي رسالة كويسة جدا أن شيماء بنت مصر وبنته هو شخصيا، ولكن نتمنى أن أجهزة الدولة تبقى على نفس النمط من الأداء، لأن احنا بنرى أن بعض الأجهزة وبعض القوى المنتمية
النظام ما قبل 25 يناير اللي بتحاول تعيد الدولة إلى ما قبل 25 يناير بتسحب الدولة في اتجاه خطأ وستكون مثل الدبة التي تقتل صاحبها. خلينا برضو نتكلم من الناحية الموضوعية. هو الرئيس يتحدث أننا نسعى لإقامة دولة القانون، وأنه إذا كانت هناك بعض الأخطاء في بعض المؤسسات فلا يجب أن تتحمل مسؤولية. هو يحاول أن يوازن في هذا الخطاب أو في هذه الرسالة ما بين الدور الوطني اللي بتقوم به مؤسسات الأمن في التصدي لأعمال العنف والإرهاب، وما بين الحقوق الخاصة بالمواطنين. وهذه رسالة جيدة ومنضبطة للغاية، لكن زي ما قلت لحضراتكم مصداقية ما يقال تختبر الآن إذا ثبتت ونثق في تحقيقات النيابة العامة. مسألة استقلال القضاء، مسألة هذه المسألة لا يجب أن نقترب منها بأي حال من الأحوال، لكن دم شيماء اللي حارق أهلها دلوقتي وحارق قلوب كل المصريين في النهاية، لأنه زي ما حضرتك قلت هي المسألة مش مسألة علامة فارقة، في مشكلة إن فتاة تنزل وهي حاملة الورد، هكذا تعتقد. يمكن الرئيس في جزء تاني من كلمته قال إن بس خلي بالك حرية التعبير مهمة، بس أنت مش 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 مطمنة مين اللي واقف جنبك ممكن يعمل يعني في بعض، لكن خلينا ننتظر. على أي حال تبدو رسالة إيجابية، تبدو رسالة إيجابية ومطلوب التطبيق زي ما حضرتك قلتي. مشاركة حزب النور ووجود الدكتور يونس مخيون في هذا اللقاء أثارت تساؤلات عديدة، خاصة حينما دعب الرئيس الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور وقال له ما احنا كنا بنقول بلاش انتم الأول. فهم البعض هذه العبارة بأنه كان يقصد عدم مشاركة التيار الإسلامي السياسي في العمل السياسي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وأنبيائه. وبس في البداية اسمحي لي أرجع إلى موضوع شيماء مرة أخرى، وإنه دي رسالة من الرئيس ليست خاصة بشيماء فقط، دي رسالة وإنه الدم المصري يجب أن يكون حراما طالما أن صاحب هذا الدم لم يرتكب عنفا أو لم يشارك في قتل أو ما خالف ذلك. لابد أنه سيأتي يوم يحاسب الفاعل الرئيسي في سفك أي دم مصري، والرسالة تنتقل من شيماء وتنسحب إلى الآخرين بحيث يدقق الذي يرتكب جرما سواء من هنا أو من هناك، سواء كان مسؤولا رسميا أو كان في الطيارات الأخرى، يعرف أنه سيأتي يوم يحاسب فيه على هذا الدم. ولذلك كانت رسالة الرئيس واضحة في صورة شيماء، لكنها رسالة أعتقد أنها رسالة عامة لكي يدقق كل مسؤول عندما يوجه، ولكي تكون رضاعة ليس مسؤول طبعا لا نستطيع أن نعرف من هو القاتل، لكي يدقق كل مصري عندما يريد أو تحدثه نفسه بأن يسفك دما أو ينال من أي مصري آخر. فيما يتعلق بكلام الرئيس السيسي مع الدكتور يونس، للأسف البعض فهم الرسائل على غير على غير مرادها، او ادرك الرساله المستقبل الرساله ادركها بهواه، لكن الرساله الحقيقيه انه كان لها مقدمه. كان في اللقاء السابق لرئيس الجمهوريه مع الاحزاب السياسيه تكلم في نفس اللقاء وقال ان احنا نصحت التيار الاسلامي او التيار السياسي الاسلامي بالا يقدم رئيسا في هذه الايام، لانه بعد الثوره البلد تحتاج الى رئيس توافقي. وتكلم معه الدكتور يونس مخيون في اللقاء نفسه وعبر عن انه دي كانت رؤيه حزب النور من البدايه، اننا كنا نرى انه الرئيس بعد ثوره اشترك فيها الجميع يجب ان يكون رئيسا توافقيا، خاصه انه راس السلطه التنفيذيه. فلما كان الكلام ده عبر اللقاء اللي قبله، فالرئيس بعده في اللقاء الاخير بقى بيقول له احنا نصحنا التيار السياسي انه ما يدخلش بيه رئيس، وما كانش انتوا يا دكتور يونس يقصد التيار الاسلامي السياسي ما كانش يقدم رئيس. البعض فيما بقى على انه مش انتوا تتعرضوا للمشهد السياسي، مع ان ده مخالف طبعا وكمان مخالف مع مضمون ما قاله الرئيس في حواره مع قناه ابو ظبي حينما قال سئل عن حزب النور ومشاركته في الحياه السياسيه، فقال ان هذا حزب سياسي. كان هذا من التصريحات شديده الاهميه، حملت قدرا عاليا من مسانده الرئيس لحزب النور. هي الرئيس اظن انه كان يريد ان يوقف حاله الاستقطاب الحاده التي كان تستهوي البعض، انه الدوله منذ 25 يناير 2011 في حاله سيوله واستقطاب. الرئيس لقى في الايام الاخيره انه الكل عمال يضرب في حزب النور وكانه يريد مزيد من الاستقطاب ومزيد من الاقصاء، فاراد ان يعلم هؤلاء او يرسل لهم رساله
انه كفانا بقى محاولة الاستقطاب، وحزب النور حزب له رؤية سياسية وشارك في الدستور السابق وشارك في اللجنة التأسيسية التي قبلها، وبالتالي اراد ان يخاطب هؤلاء. من وجهة نظري هذا رؤية وليست يقين، اراد ان يقول لهؤلاء كفوا بقى عن الهجوم وعن على حزب النور حتى لا تكون عملية الاستقطاب الموجودة يعني تسكوها او تعطوها يعني ماء جديدا. اراد الرئيس بهذه الرسالة انه بعض للاسف بعض الاعلاميين وبعض النخبه السياسيه اللي اشتد هجومه على حزب النور بسبب قرب الانتخابات ربما اراد انه يقول كفانا فرقه وكفانا تشتت كفانا استقطاب دعونا ننطلق الى الامام. وقد تحمل رساله ايضا يا دكتور شعبان. نعم. يعني لديك رئيس ذكي يعني يخاطب كل الاطراف بذكاء شديد، ربما يقصد ايضا رساله لحزب النور انكم عليكم ان تكونوا حزب سياسي لان هذا هو احد الشروط العامه لمشاركتكم في الحياه السياسيه. انا ما اعرفش طبعا نيه الرئيس كانت ايه، بس طبعاً ربما تكون هذه وجهه نظر خبيثه شويه، يعني ربما توجه رساله الى حزب النور ايضا. الخلط بين الحزب الديني والحزب السياسي على اساس مرجعيه اساميه، حتى اللي بيخلط هذا يعني يستهدف الخلط، لانه احنا حزب سياسي لا نناقش في الحزب السياسي مسائل دينيه، ولا احنا مفتين ولا احنا فقهاء، نحن نتعامل مع قضايا سياسية. كنا في الجمعية التأسيسية السابقة نمارس عملا سياسيا، كنا في مجلس النواب السابق وأنا كنت رئيس لجنة التعليم يعني وأصدرنا قرارات وأنجزنا أعمال يعني يدلني واحد فقط على أن احنا كنا نمارس عملا سياسيا عملا دينيا، كنا نمارس عملا سياسيا. الحزب حزب سياسي، ما احنا قلنا هنمارس سياسة تبقى في حزب وكنا النور نمارس سياسة. هنمارس دين يبقى في الدعوة السلفية، الفصل في هذه لا المسألة لا ما تكلمش على ممارسة الدعوة السلفية شيء. نحن نتكلم نقول في الماضي كنا نمارس سياسة، والبرلمان عندما مكث 4 أشهر يقول واحد فقط ما هي الممارسة الدينية داخل البرلمان بالنسبة لحزب النور. كنا نمارس عملا سياسيا محضا، وبقول لحضرتك انا كنت رئيس لجنه التعليم واصدرنا قوانين واصدرنا قرارات وانجزنا انجازات كلها سياسيه محضه، ليس وإذا هذا محلها الان. سرتم يا دكتور شعبان وفقا للمسيره والتطور اللي حصل في حزب النور دلوقتي، هتصلوا الى تطور ما خلال المرحله وفقا لتحليلات حتى غربيه، هذا المسار سيقود الى حركه اصلاح حقيقيه في هذا التيار ان صح التعبير او سمحت لي بهذه المسألة؟ بالتاكيد منحنى الخبره بيزيد يوما بعد يوم، لانه حزب ناشئ وكانت بدايته في بعد 25 يناير، منحنى الخبره لحضرتك حتى عندما دخلنا مجلس الشعب كان معظمنا جديد على العمل السياسي. كان في البدايه العمل السياسي ورؤيه الاعضاء وطلبات الاحاطه والاستجوابات كانت يعني شويه يعني ليست في المستوى الرفيع، لكن كنت بتلاحظ يوما بيوم منحنى الخبره بيزيد والاخطاء بتقل. هذا منحنى الخبره ومنحنى اخر اتحدث عنه. لا منحنى الخبرة السياسية عن الدين، هذا ما أقصده. منحنى الخبرة السياسية لم نمارس عملا دينيا في مجلس الشعب السابق. طيب هاخد الرسالة الإيجابية كمان، اللي يمكن أنا من بداية الأسبوع ده وبتكلم عن أن دايما كنا بنستخدم كلمة الاصطفاف الوطني للأسف في بعض الأحيان في غير موضعها، لكن الأمانة تقتضي أنه في توقيت زي التوقيت الحالي يحتاج فعلا إلى حالة من الاصطفاف الوطني. المسألة مش الكرامة ولا النور ولا المصريين الأحرار ولا الديمقراطي الاجتماعي، يعني المسألة الآن مصر بكل هذه التنوعات وبكل هذه التشكيلات. هل ما نحن بصدده الآن من مسألة الحديث عن اصطفاف وطني ستظل شعارات بترفعها القوى السياسية، ولا يمكن أو آن الأوان أن تتحول إلى واقع فعلي؟ هو بالنسبة طبعا لنا إحنا في حزب الكرامة وفي التيار المدني الديمقراطي عموما، نحن في حالة اصطفاف مع الدولة المصرية وخلف الجيش المصري العظيم في مقاومة الإرهاب ومقاومة محاولة إحداث فتنة في المجتمع المصري أو عنف في المجتمع المصري، ونحن ضد كل من يستخدم العنف ومع وجود المؤسسات الشرعية للدولة، ولكن في مقاومة الإرهاب هناك خلاف في وجهة النظر. هناك فريق يرى، وده يعني جزء منه مشارك في السلطة الحالية، فريق بيرى أن مقاومة الإرهاب عبر الإجراءات الأمنية فقط، أن مقاومة الإرهاب علشان يحميني من الإرهاب وبيحمي الدولة من الإرهاب وإحنا مصطفين وطنيا وواقفين معاه أنه يقيد حرياتنا. إحنا رؤيتنا أن مقاومة الإرهاب والقضاء على الإرهاب بمزيد من الحريات، مقاومة الإرهاب بمزيد من العدالة الاجتماعية، مقاومة الإرهاب بمزيد من التطور الفكري والثقافي والتنويري.
مقاومة الإرهاب ليست مسألة أمنية فقط، وعندنا يعني عبرة من التاريخ. بس هذه ليست مهمة الدولة أو الحكومة، هذه مهمة الدولة والمجتمع. قوة مدنية. مهمة يعني القوة. عليكم أن تعملوا على هذا المسار أيضا. ما احنا بنعمل على هذا المسار، ولكن في هذا المسار نحن نتكلم عن الحريات. فبالتالي الحريات، في حرية التظاهر، حرية التعبير، اللي حصل مع إخواننا في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومع شيماء، ده من الدولة، هو ده من المجتمع ولا من أفراد من المجتمع؟ فالدولة عليها أن تبقى واعية أن الأمن فقط بدون الإجراءات، مزيد من الحريات والعدالة الاجتماعية وتطبيق شعارات الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية سيؤدي إلى انتكاسة أخرى. وعندنا دليل وخبرة في سقوط حسني مبارك في 25 يناير لما اعتمد على الأمن وعصى الأمن المركزي فقط في مقاومة كل القضايا، عمال بيتظاهروا علشان قضايا خاصة بالأجور ابعت لهم قوات الأمن المركزي، مش عارف طلبة بتتظاهر ابعت لهم الأمن المركزي، إيه ابعت لهم الأمن المركزي. لما وصل لم تفلح الآلة الأمنية وحدها عبر، لا لم تفلح، ما سقطت الآلة الأمنية في 25 يناير أو في يوم 28 يناير، سقطت الآلة الأمنية التي يعتمد عليها فسقط النظام وانهار النظام. الحقيقة أن حصل تطور فيما يتعلق، المتابع الجيد لتصريحات الرئيس فيما يتعلق بملف الحريات يجد في الفترة القصيرة الأخيرة حدث تطور ما في تصريحاته. يعني حينما كان يسأل عن الحريات كان يتحدث عن الاعتبارات الخاصة بالأمن القومي، لكن مؤخرا وأعتقد أيضا في حديثه لقناة أبو ظبي تحدث عن أنه يهتم بمسألة الحريات، يعترف أن هناك جملة أو عدد من التجاوزات، يتحدث على أن المسار ربما يحتاج إلى التعامل مع هذه المسألة المتعلقة بالحريات. في تغير ما في الطريقة التي يتكلم بها الرئيس؟ بالتأكيد في تغير ما بالطريقة اللي بيتكلم بها السيد الرئيس، ولكن زي ما بنقوله في قوة موجودة بتحاول تجرنا إلى الوراء، وإحنا على السيد الرئيس وعلى الدولة المصرية مع القوى السياسية أن تعمل اصطفاف وطني في سبيل الدولة مصر التي نحلم بها، مصر اللي فيها الحرية وفيها الديمقراطية. وعلى سبيل المثال في مقاومة الإرهاب، لو خدنا شباب الجامعة كنموذج، لما الشباب بتوع الإخوان أو اللي هم اسمهم شباب ضد الانقلاب بيقوموا يتظاهروا، حلو، فبتواجههم قوات الأمن، هم بيستخدموا العنف، ونحن مع الشرطة المصرية والدولة المصرية في استخدام أقصى أنواع العنف ضد من يستخدم العنف. تمام. وضد من يرفع السلاح. تمام. ولكن في نفس الوقت هو منع النشاط السياسي في الجامعة، منع النشاط الاجتماعي في الجامعة، منع أي أنشطة القوى السياسية مدنية أخرى. فهنا الطالب العادي اللي عنده توجهات ما أو عنده عايز يشارك في أي أنشطة سياسية أو بالذات بعد الثورة، مش هيبقى فيه قدامه غير شباب الإخوان المسلمين اللي بيتظاهروا فبيوجه لهم الأمن فبيسقط قتلى أو ضحايا فبيتصاعد الغضب الشبابي وبينضموا إلى. لازم يخلق مسار علشان تقضي على الإرهاب وتقضي على هذه الجماعة، لازم تخلق مسار آخر للمواطن اللي عنده رؤية سياسية أو عنده أو عايز يحتج، حتى يبقى في سبيل للاحتجاج السلمي، وده لازم أنا أحميه وابقى عارف ان ده جزء لا يتعارض مع الدولة ولا يتعارض مع الوطن. ترى حضرتك يا دكتور أن هذا الأمر يبدو أمرا سهلا في دولة تواجه إرهاب بهذا التوحش، ارتفاع وتيرة العنف الذي تقوم به جماعة الإخوان المسلمين منذ 25 يناير حتى الآن؟ ساعات الناس بتقول إن المعادلة ما بين الحريات والأمن هي مسألة صعبة للغاية. هي بالتأكيد صعبة، بس المشكلة إن الأمن لن يتحقق إلا بمزيد من الحريات، ده الدرس التاريخي اللي لازم نتعلمه. هي صعبة على الأجهزة، وأنا طبعا مقدر مشاعر الضباط أو في الشرطة أو في غيره في مسألة اللي بيشن ضدهم دلوقتي إن اقتلوهم، الإخوان بيقولوا اقتلوهم واعملوا وخلوا وتابعوهم، طبعا احنا حريصين عليهم ومع حفظ أمنهم، ولكن لازم يبقوا واعيين إن حفظ أمنهم جزء منه الحريات هي الذي ستحفظ أمنهم وستحفظ بقاء الدولة وتحفظ الشرطة المصرية. وإن كنا نقدر المعوقات أو الوضع الحالي اللي هم الراهن اللي هم موجودين فيه، هو وضع صعب، وضع صعب بالنسبة للدولة في مواجهة تحدي كبير اسمه الإرهاب، في تحدي كبير اسمه العنف، بس لابد من الإجراءات السياسية هي الحل وليست الإجراءات الأمنية فقط. الإجراءات الأمنية جزء من الإجراءات السياسية، من منظومة إجراءات شاملة. منظومة الإجراءات الشاملة ده اللي كان يسقط جماعة الإخوان وينهيها كان عمل سياسي، ما كانش عمل العنف. عمل العنف بيجيب أو عمل الأمن فقط بيجيب مزيدا من التعاطف الشعبي معاهم. ده فكرة المظلومية اللي استفادت منها جماعة الإخوان. أيوة.
المسلمين على عبر تاريخ الماضية. صحيح. انما لو الجماعة الاخوان المسلمين يعني بقى في بدائل سياسية للشباب بقت فيه رؤى. حضرتك بقى بتعمل كده بدائل سياسيه للشباب، اروح انا للدكتور شعبان على طول عشان ده احد البدائل السياسيه. كنت انا وحضرتك قبل الهوا بنتكلم في هذه المساله، فكره ان حزب النور يمكن ان يمثل اطارا يستوعب عدد كبير جدا من قوى الشباب التي تؤمن بالمشروع الاسلامي او اللي لديها توجهات تتعلق بتيار الاسلام السياسي، وهي الان في نفق مظلم أدخلتهم فيه جماعة الإخوان المسلمين. ربما معرفش هل هذا الأمر يمكن أن يكون صحيحا أو لا، تكون حضراتكم في حزب النور السياسي إطارا لهؤلاء. بالتأكيد طبعا، يعني نحن أؤيد كلام الدكتور محمد في أنه الإرهاب والعنف تغذيه أسبابه، وبالتالي المعالجة الأمنية لن تكون هي الوحيدة لمواجهة الإرهاب. المعالجة الأمنية حل وحل قصير الأجل، لكن القضاء على الإرهاب والفكر المتطرف يقتضي حلول طويلة الأجل، حلول سياسية. يعني عندما يرى الشباب أنه لا يوجد تكافؤ فرص عند التعيين في الوظائف المختلفة، وسمعنا فيما حدث في موضوع النيابة من بعض التظلمات، عندما تغيب العدالة الاجتماعية وتصبح مفقودة يعني بدرجة واضحة حتى الآن في المجتمع المصري، عندما يحدث نوع من عدم التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وبين حقوق والحريات، لا يمكن إطلاقا أن تكون الحريات على حساب الأمن القومي، ولا يمكن أن يكون المبالغة في الأمن القومي بإهدار الحقوق والحريات. فكيفية إحداث هذا التوازن شيء مهم للغاية، ودي مسؤولية الدولة. صحيح أنه شيء قد يجد صعوبة خاصة في الثقافة الأمنية الموجودة، لكن لابد من وجوده، لأنه غيابه هيحقق مزيد من الاحتقان ومزيد من الدماء، وهيمثل عودة إلى الوراء وده بيغذي ليست هناك دولة القانون التي المدنية التي نسعى لتأسيسها، وده بيغذي قنوات الإرهاب. عندما يتجد مظالم، عندما أجد تضييق في الحقوق والحريات، بالناس بالتأكيد هترجع تعمل مقارنة بين بعد وقبل، قبل تاريخ معين وبعد هذا التاريخ. دي أمور أو إطار يتعلق بكل القوى الشبابية أو كل قوى المجتمع، يعني هذا إطار عام، لكن أنا الحقيقة عايز أسمع من حضرتك النهاردة ما يتعلق بالشباب المتدين. نعم. الشباب الذي ينتمي لتيار الإسلام السياسي، يمكن أن يكون حزب النور إطارا له، ولا هم بصراحة شديدة حاسبينكم على الجماعة التانية؟ مش أنتوا كنتوا معاهم وتخليتوا عن الإخوان وعن الرئيس الذي يمثل الشريعة والرئيس المسلم، ولا قادرين تكسروا الحاجز ده؟ كلمني بصراحة يا دكتور. لا، هو صراحة أنه في بعض الشباب اللي ما عندوش عمق في التحليل وما عندوش معلومات تحفظ على مواقف حزب النور حتى من داخل حزب النور ذاته في البداية، لكن عندما بتتضح له المعلومات وتتضح المآلات دي نظرية في السياسة الشرعية، النظر إلى المآلات ده شيء مهم جدا، والمفاسد والمصالح، عندما تتضح المعلومات عند كثيرين بيوضح المعلومات. يا دكتور شعبان، مسؤولية حزب النور بيوضح لقواعده، وإحنا كنا نجوب القرى والنجوع ونعقد مؤتمرات وندوات نوضح فيها معلومات غائبة عن الكثير من شباب الحزب. لماذا اتخذ هذا الموقف المنحاز إلى الجماعة الوطنية والمنحاز إلى الدولة الوطنية؟ عندما يجد ما يحدث في اليمن، ما آلت إليه الظروف في اليمن، في سوريا، في العراق، يعلم أن موقف حزب النور لبقاء الدولة المصرية هي أبقى من أي حزب، من بقاء العمل السياسي أصلا. وبالتالي كثير منهم عندما تتوفر هذه المعلومات يعود إلى انتمائه الحزبي وإصراره على نصرة هذا الحزب. أحيانا وفقا لبعض المعلومات اللي عندي، أن عدد من شباب التيار السلفي كان يواجه باتهامات شديدة من شباب الإخوان المسلمين، أنكم تخليتم عن هذا الرئيس، أنكم بعتوا القضية، أنكم تركتم إخواتكم يرموا في السجون بهذه الطريقة ويعذبوا، وتركتم إخوانكم في ربعة يقتلون. الكلام اللي بقوله حضراتكم ده كلام صريح لازم نطرحه في الإعلام عشان نبقى فعلا بنتكلم كلام تاني، لكن لو فضلنا نقول نفس الكلام الأولاني خلاص أنت لازم تفهم كيف يفكر هؤلاء عشان تعرف تتعامل معهم. بالتأكيد تم التشويش على مواقف حزب النور واتهامه بأكثر من ذلك، وبالعكس احنا كقيادات داخل حزب النور عندما كانت ترتكب احداث عنف سواء من السلطه او من غيرها كنا ننتقد بشده، والقنوات الفضائيه تسجلت لنا مثل هذه المواقف، لم نسكت على شيء ولن نسكت.
لكن التشويش على حزب النور من جميع الأطراف، حتى لكن هذا يغذى من خلال لما يجد القوى الليبرالية والعلمانية ظهر أن بعضها أكثر استقطابا من غيرهم، وكانوا يريدوا إقصاء حزب النور والتحريض على حزب النور، حتى في حضور رئيس الجمهورية حزب ذو مرجع إسلامية في وسط 60 حزب، وإذا بواحد من الجالسين يتكلم على إزاي حزب ديني موجود أنت فيه، تقحم رئيس الجمهورية كرأس السلطة التنفيذية في عمل قضائي بحت، القضاء هو الذي يقول كلماته في هذا، لكنه للأسف الشديد عندما يروا هكذا يقولون مثلا شيلوا واشربوا لانه ده موقفه. لا انا قلت قبل كده ويمكن كنت بقول لحضراتكم قبل الحوار ان دار نقاش بيني وبين الدكتور اسامه الغزالي في احدى الندوات في العين السخنه لما كان بيطالب السيد اشرف ثابت بترك حزب النور واغلاق حزب النور وانضم الى احزاب اخرى، فانا قلت للدكتور اسامه هو استاذنا ان لابد من ان يوجد هناك اطار او حزب يستوعب القوى الشبابيه المتدينه التي تؤمن بفكر التيار الاسلامي، هذه القوى وهذه القواعد المؤمنة بأفكار التيار الإسلامي بصراحة مش هتروح للأحزاب المدنية ولا الليبرالية، أنتم المسؤولون. لكن هي القضية اللي هي لازم تمشي هي كيف تضع الدولة قواعدها كما حدث في تونس، بقاء حزب النور تونس نموذج لتطبيق هذه المسألة، كيف قرأ الغنوشي متغيرات الأرض وأصلح من توجهات حزب النهضة، هذا ما يجب أن يعني أنا أخشى أنه يكون مثلا تضيع لوقت البرنامج عندما أقول لحضرتك هؤلاء رأوا حزب النور في مجلس النواب السابق يمارس عملا سياسيا بحتا، يعني عندما في لجنة التعليم لما أصدرنا قانون الثانوية العامة وخففنا الأعباء على المواطنين، لما رجعنا الانتساب الموجه اللي رحم عشرات الألاف من الأسر المصرية من أن تلجأ إلى الجامعات الخاصة وتنفق آلاف الجنيهات وعادت مرة أخرى ورجعنا إلى مكتب التنسيق. بس في بعض الممارسات يعني اللي قام أزن. لا أنا بقول لحضرتك اللي قام أزن في المرارات برضه. لا لم يكن من حزب النور. ما معلش ما شوفي يعني حضرتك لا معلش برضه عشان يعني حضرتك بتقولي كلام جيد لكنه غير ليس منتميا إلى حزب النور. كيف مش كل المكان داخل الحزب على قائمة الحزب هو داخل الحزب، لا كان فيه الأصالة وفيه كذا وكذا، لكن أنا بتكلم عن أعضاء حزب النور. يعني لا يعني الموضوعية تقتضي الإشادة بتجربتكم، الموضوعية تقتضي الإشادة بوقوفكم بجانب الجماعة الوطنية في كل مواقفها. صحيح أنه من الطبيعي أن تكون هناك مخاوف يا دكتور شعبان نتيجة صحيح. الخبرة السيئة اللي مرينا بها نتيجة الإخوان المسلمين بقى في معلش يا دكتور أعذر الناس أحيانا في حساسية في هذه المسألة، لكن تستطيعون أن تقضوا على هذه الحساسية إذا استمرتوا في هذا المسار، وإحنا بنقول إنه جيد ولا يا دكتور ثابت؟ إذا يعني طبعا إذا فصلوا العمل السياسي عن العمل الدعوي هينجحوا وهيستقبلهم الجماعة الوطنية والأحزاب بترحاب. إذا اختلط العمل السياسي بالعمل الدعوي مثل جماعة الإخوان هيبقى فيه مخاوف من المجتمع ضدهم وهيبقى فيه ما هو برضو خلي بالك يا أستاذة رشا، ما هو برضو القوى الليبرالية والعلمانية أو التي لا يعني لها أيديولوجية أخرى ما هيش بريئة برضو من العمل. عندما سعادتك لو رجعت إلى التاريخ إلى الوراء عندما قدمنا مبادرة حزب النور من ستة صحيح. محاور كاد بعضهم كان فيها إقالة حكومة هشام قنديل وعودة النائب العام، كاد بعض هؤلاء أن يقول شعرا في حزب النور والحس السياسي الواضح. وبعد 30/6 والدنيا لما ربما أراد البعض أنه يقول لك يعني إقصاء الجميع بقوس واحدة فبدأ يتكلم بسلبية عن حزب النور، لا ما هوش الكل أخطأ والكل غير بريء من بعض الأشياء. يعني علينا أن نبدأ صفحة جديدة نتيجة التحديات اللي احنا فيها، لازم صحيح. كلنا نقف في نفس المكان وفي نفس المربع لأن ليس لدينا رفاهية الاختلاف الآن صحيح. صراحة شديدة صحيح. الجنود اللي زي الفل دول اللي بيموتوا وأهليهم اللي بيتعذبوا والمواطن الغلبان اللي نفسه في كهرباء واللي نفسه في عدالة اجتماعية واللي نفسه في وظيفة مش عنده وقت عشان يقعد يطرح هذه الخلافات أو يستمع لي. طيب نستمع مرة أخرى إلى جزء من خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي وجه فيه بعض الكلمات لي منافسه في الانتخابات السابقة وأحد رموز المعارضة حمدين صباح. أستاذ حمدين أنا سعيد أن أنا أشوفك هنا معانا، طبعا دي بلدنا كلنا صحيح صحيح طبعا. وقالوا ربنا بيحبك يعني مش موجود في السلطة. هناك كم كبير من المعاناة، لا تحديات ضخمة جدا 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 وكبيرة جدا على أي حزب أن يقوم بيها. وعشان كده بنقول أنه الأحزاب يجب أن تتكاتف لأنه ليست السلطة لا تمثل جاذبية النهاردة، لا السلطة تمثل يعني تمثل شيء ينفر منه أن أنا أفر منه، لأنه حضرتك بتكلم عن عجز موازنة يصل إلى 240 مليار، 2 تريليون ديون محلية فوائدها السنوية تصل إلى 150 مليار،
يعني حوالي احنا في اللقاء اللي جمعنا بالرئيس فقلت له بص حضرتك اسهل شغلانتين في الحياه المعارضه والاعلام عشان الاثنين بينظروا محدش متحمل طبعا ده كلام زعل زمايل الاعلاميين لكن عن يعني عندك رفاهيه انك تقول وليه ما بيعملوش كده ومفروض يعملوا كده والحياه ممكن تبقى احسن. حضور حمدين صباحي ومشاركته في هذا اللقاء الدعم الذي قدمه وبات واضحا ربما البعض يراه تحول واضح في موقف حمدين صباحي ربما نتيجة الظروف اللي بتمر بها البلاد لأنها قبلها بفترة كان هناك رسائل قاسية بعض شيء من حمدين صباحي واجه بها الرئيس فيما يتعلق مثلا بحكم براءة مبارك يعني كانت هناك بعض الرسائل فكرة عودة رموز النظام في تحول ما في الإشارة التي قدمها حمدين صباحي ربما من وجهة نظر بعض المتابعين في هذا اللقاء. لا هو ما فيش اي تحول هو موقف حمدين واضح وستريت على طول الخط وما زال موقفنا وليس التحول ده لا عاده لا يحمل معنى الايجابي لا لا فاهم 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 لا لا لا, لا. هو الموقف الايجابي اللي موجود اللي عليه السيد حمدين صباحي وعليه كل القوى الوطنيه احنا نحن مع الدوله المصريه ضد الارهاب نحن مع بقاء الدوله متماسكه نحن مع جيشنا الوطني وده جيشنا كلنا مش جيش فصيل ضد فصيل او جماعه ضد جماعه فبالتالي ده موقفنا الرئيسي فلما بيدعي السيد الرئيس حضر اللقاء ولما يبقى كلنا ايد واحده ضد الارهاب فيبقى كلنا ايد واحده ضد الارهاب ونحن مع الجيش ومع الدوله انما في قضايا خاصه بمواقف سياسيه ما فبنختلف والخلاف ده لمصلحه الدوله يعني احنا حارسين على بقاء الدوله وحارسين على بقاء الجيش المصري وحارسين لا واحد العلامات الصحيه للديمقراطيه الحقيقيه ان تكون هناك معارضه قويه لهذا النظام بالتأكيد. هذه المعارضه ستحمي هذا النظام من فكرة التسلط أو السيطرة وستوفر أيضا أمانة يعني أو توازن في المجتمع بوجود نظام قوي ومعارضة قوية ليس عيبا ده كلام سليم وياريت بعض القائمين على الأمر يعني يستوعبوا هذا الكلام ده موقفنا يعني ده موقفنا على طول الخط ونفس الموقف نحن برضو في مخاطر شايفينها على الدولة المصرية كويس منها براءة رموز مبارك منها عدم شهداء الثورة من ثورة 25 يناير حتى اليوم لم يحاسب أحد مين اللي قتل شهدائنا مش عارفين مين اللي أصاب مصابينا من احناش عارفين لما يبقى أحمد عز يخرج من السجن والبنوك المصرية الحكومية تدوله قروض بمش عارف مليار و800 مليون جنيه علشان ما صنعه واحمد عز ينزل انتخابات تاني ويعمل مش عارف يروج لايه فده معناه ان في خطر على مصر وده الخطر اللي هيزود انا عارفه ان هو راح عمل كشف طبي لكن انا ما اعرفش حكايه معلومه البنوك فاسمعني اسمح لي حاجه اخليها على عهده حضرتك لا انا قراتها في الجرايد وفي المواقع يعني انه خد قروض بمليار و800 مليون جنيه مصري لما يبقى ده بيتعمل مع رموز الفساد وسيبك بقى من المحاكمه القضائيه بالنسبة للسياسة ده رمز من رموز الفساد الذي زور الانتخابات وزور إرادة المصريين في 2010 وكان يقود الدولة المصرية نحو التوريث هل يقلقكم نزول بعض رموز هو على الحقيقة مش هو لوحده يعني برضو حسين مجاور عمل امبارح طبعا أعتقد كمان سعد الجمال قدم برضو للكشف يعني رموز النظام يتقدمون لكن الناس بتقول ما هي المسألة تتعلق بشطارتكم كنتوا بقى طيار الملك لا لا لا, لا شوفوا بقى تاخدوا بقى مقاعد في البرلمان لا القضية مش لا لا يعني المفترض أن هناك موروث في دماغنا الآن أو في دماغ الناس وفقا لهذا التحليل دول اللي أفسدوا الحياة السياسية في مصر فكيف يمكن لمواطن عاقل أن هو يروح تاني صناديق الاقتراع ويديلهم صوت إلا إذا كانت هناك قواعد أنتوا عاجزين على العمل بها في الشارع التيار المدني تحدث عن التيار المدني في طبعا حاجات عجز عندنا كتيار مدني ان هم اللي نهبوا اموال الدوله هم اللي معهم اموال الدوله المال فبالتالي السياسي. المال السياسي فبالتالي اللي بيصرف على الدايره 20 مليون و30 مليون بينما القوى السياسيه المحترمه والشريفه مرشحها ممكن ما يبقاش معاه 50 الف عشان يخوض انتخابات معركه انتخابيه في دايره فبالتالي فيه معايير خطا في المساله وبعدين اي هل ثوره هل المال وحده يا دكتور هو اللي بيحكم هذه لا ليس المال وحده ولكن عامل شديد التاثير ده صحيح. ولكن احنا كان عندنا شغل بقالنا اسبوع في البرنامج على مساله المال السياسي لكن برضو عليكم ان توفروا البديل يعني انا طول الوقت بتكلم عن تجربه مصر لانها طبعا في فوارق كبيره جدا في مساله المستوى التعليمي والثقافي الخاص بالمجتمع اداء الطبقه المتوسطه اداء مؤسسات المجتمع المدني والنقابات هم هناك شغالين في هذه المحاور بشكل جيد للغايه لكن ايضا فكره بديل مدني قوي
نداء تونس حينما وجدت وتكونت رغم أن هي في فترة قصيرة طرحت بديلا استطاعت أن تكبح به جماح النهضة، حزب النهضة. أنا أعتقد المعركة الجاية في الانتخابات مجلس الشعب القادمة ليست معركة مع الإخوان المسلمين أو مع السلطة اللي كان يمثلها محمد مرسي. المعركة الجاية هي معركة حوالين الانحياز لثورة 25 يناير. معركة بين القوى التي تدافع عن الثورة وتؤمن بالثورة وتطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية ضد قوى النظام القديمة الذي تريد عودة النظام إلى البقاء إلى الوراء. لأن لما عشان إسقاط جماعة الإخوان المسلمين وإسقاط حكم محمد مرسي صار الثوار اللي هم كانوا ثوار 25 يناير وقطاعات من مدنية ثم انضم إليهم ما يسمى بالفلول وأنصار الحزب الوطني وكلام بالشكل ده. بعد الثورة ما نجحت في 30 يونيو هم تصوروا أنها ترجع لهم المياه المجاريها تاني ويبقى المسألة مجرد تغيير اسم الرئيس وخلاص. ذهب محمد حسني مبارك جاء فتح السيسي إنما السياسات هي هي نفس السياسات، هم ده اللي بيحاولوا يعملوه نفس السياسات الحزب الوطني بيحاولوا يعملوها. فهنا في معركة في الدولة المصرية وفي النظام القائم وفي المجتمع المصري وفي الانتخابات الجاية حوالين الانحياز لثورة 25 يناير، هل ستستمر إلى الأمام أم تعود إلى الوراء ما قبل 24 يناير أو 25 يناير؟ طيب ناخد رأي دكتور شعبان على الأرض. يا دكتور شعبان، هل سيستطيع أو تستطيع فلول الحزب الوطني العودة بقوة للبرلمان القادم؟ شوف حضرتك، الأصل في الموضوع أن من حق أي مواطن مصري أن يرشح نفسه ومن حق الشعب المصري أن يقول نعم ولا. ولكن إحنا عملنا قانون انتخابات، قانون انتخابات فردية وبحث أصوات المعارضة على أن يكون أو أصوات الأحزاب على أن تكون هناك لا فائدة جزء من البكاء على لبن المراهق. لا ما أنا بقول لحضرتك، أما وقد يعني انتهى الموضوع على الانتخابات الفردية فيجب على الدولة أنها تراعي أنه يكون في تكافؤ فرص. كيف يكون هناك تكافؤ فرص ورأس المال السياسي بيعمل بشكل ضوابط على مسألة الإنفاق والمال السياسي؟ لا ما ليس هناك ضوابط، اللي بينفق الآن بملايين ونحن نراها أمام عيوننا. هناك ضوابط على هذا. وأنا من الناس اللي قلت أنه يخشى أنه يجي بعد الانتخابات دي مباشرة نلاقي نفسنا رجعنا إلى 24 يناير 2011 أو برلمان 2010. يعني لا زي ما حضرتك بتقولي انه اشتغلوا على الارض اشتغل الارض. لا برلمان 2010 ده كانوا كلهم جوه. لا 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 هو دلوقتي هم عايزين يرجعوا المنافسه الان مع الزور لهم. دكتور شعبان موجود وحزب النور موجود، مش هيسيبوهم. لا مش طبعا اللي زور لهم دلوقتي في 2010 هم اللي مرشحين وبينفقوا ملايين دون ضابط او رابط او محاسبه من اللجنه العليا للانتخابات. يعني اللجنه مستنيه الحساب البريدي ولا الحساب البنكي، طب ما ينفق خارج الحساب ده صحيح. وهو اضعاف اضعاف صحيح. فبقول لحضرتك انه ما فيش خوف عندنا من الانتخابات، الخوف من عدم تكافؤ فرص صحيح. ان يترك هذا المال السياسي ليعيد مصر الى الوراء مره اخرى صحيح. لكن ينافسني بنفس الأسباب وهناك محاسبة دقيقة على السقف الانتخابي وإن كان ده صعب للغاية ده هو اللي المطلوب. لكن ما حدش أبدا يخاف من الرموز السابقة، ما كان 2005 ما خدوش 25% أو 30%. لكن اللي يخوف أن المال ينفق ببزخ، ينفق بطريقة غير عادية جدا، مش عملية زيت وسكر بقى زي ما كان الناس بتتكلم. هناك يعني ملايين تنفق وقنوات فضائية حذرت من هذا كثير جدا. نخشى أن ده يكون ليه تأثير، خاصة أن احنا في بلد خاصة اللي ده مرارة الإخوان المسلمين قال لك يعني كان مبارك أرحم يعني خبرة سيئة أيضا يعني. لا خاصة أنه الشعب فيه جزء كبير منه تحت خط الفقر والناس معذورة فيه. لا وعملية التشويه الحقيقة ممنهج التي تمت ل 25 يناير خلال الفترة والتشويه في 25 يناير يعني. والبعض طبعا فسر الرموز الحزب الوطني اللي خرجت من السجون فاكر ان دي تبرئه للنظام ذاته جرائمه السياسيه ولا ده القضاء بيحكم بنحو ما يقدم له من ادله وقرائن مزبوط. لكن تبقى الجريمه السياسيه والجرامه الفساد المالي. ولم يحاكموا على جرائم سياسيه لان للاسف من الناحيه القانونيه والدستوريه لم نكن مؤهلين لمحاكمات من هذا النوع. وكانت احد مزايا ثوره 25 يناير انها اقامت محاكمات مدنيه يعني هذا يحسب لنا. لكن للاسف الشديد لم يستطع هذا النوع من المحاكمات ان هو يحاكم. يعني الحقيقة موضوع عودة رموز الحزب الوطني وتقدمهم للانتخابات بهذه ده أنا أقول لحضرتك الأمثال يعني حصل معي وأنا
بمر على بعض المواطنين كده في الدايره بتاعتي، مش هسمي عشان ما يبقاش دعايه انتخابيه. فمواطن بعد ما اتكلمت عن انجازات لجنه التعليم واحنا عملنا انجازات ضخمه، مفيش اي دعايه، لا 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 ما بتكلمش انا ما بتكلمش على انجازات، لكن لما بقول هذا الكلام طلع مواطن من اللي قاعدين قال لي طب انا خدت 150 جنيه من احد المرشحين، انا ضميري مش مريح ان اديني 150 جنيه وانا رشحه. قلت له خد ال 150 جنيه ورا الصندوق انتخب من ترى انه لا يعني الأليق. يعني ضميري لا بس مش مريحه انه ما يرشحوش، وضميره مريحه انه خدهم يعني. وبعدين انا كملت له، قلت له ارضي ضميرك وراء الستاره. فقال لي لا برضه مش مستريح لكده. قلت له طب انت عندك صوتين، صوت خليه ال 150 جنيه وادي الصوت الثاني ارضي به ضميرك على من يكون هذا الكلام. ده انا بقوله يمكن الراجل المواطن ده سامعني دلوقتي وانا بتكلم. فبقول لحضرتك لا، راس المال بينفق بطريقه لا، هي الحياه في معضله ثانيه تتعلق بالواقع الاقتصادي أيوة. والاجتماعي يعني مش هينفع نتكلم كلام نظري اما تقول الديمقراطيه وحريه الاختيار وصوتك امانه مع مواطن يئن الما وتغيب عنه الخدمات صحيح. يبقى معلش انا اسف في التعبير، سلم لي بقى على الديمقراطيه صحيح. والاختيار الحر من الناحيه الاقتصاديه الوضع شديد الصعوبه وتلعب فيه هذه التركيبه دورا للاسف الشديد في الانتخابات دي حقيقه يعني. فانا ضربت لحضرتك مثال الرجل اللي قال الكلام ده ربما يكون سامعني دلوقتي والناس اللي كانوا حواليه سامعيني. ده مثال حصل، بيقول لك انا مش قادر طب انا خدت 150 جنيه انا عايز يرجع ال 150 جنيه هو ده يا دكتور شعبان؟ لا هو محتاج، لا له اصل المال ده، المال ده معظمه مسروق، هذا المال الذي ينفق هو مال المصريين ومعظمه مسروق، لانه لو لم يكن مسروقا ما ينفق بهذه الطريقه. لو كان منفق من اجل الله عز وجل ما ينفقش في هذه الايام، اتحاشى انه يكون فيه توظيف ليه. هو احنا نرجع ال 150 وياخد 200 من مكان تاني؟ هذا هو العدل. لا احنا بس الوعي، هو مطلوب وعي المواطنين انه خذ من هؤلاء لان مش اموالهم، ولكن ارضي ضميرك وراء الستار وانتخب من تراه اصلح من خلال الاداء اللي بتشوفه امام عينيك. لا هي الحقيقه المساله تتعلق ايضا لو سمحتوا لي حضراتكم بفكره الامل بان هناك تغيير سياتي. نعم. يعني ان دول كانوا ان الحزب الوطني كان خبره سيئه وان الاخوان المسلمين كان خبره سيئه، لكن لما انا اجد في الافق ان عندي حاجه بتقول ان الدنيا هتتصلح، ان هيبقى فيه افضل، ان انا لو تحملت المعاناه الكام شهر دول الاوضاع هتبقى احسن، يمكن ساعتها ابقى عندي استعداد ان انا اضحي براحتي دلوقتي عشان عندي حاجه. ففكره صناعه الامل ليست مهمة الدولة وحدها، ولكن مهمتكم أيضا كقوة سياسية تتحملون صحيح. قدرا كبيرا من لا شك في هذا، والإعلام عليه دور في هذا الموضوع الحقيقي. الإعلام دول أحسن ناس، احنا عملنا حاجة، احنا قاعدين ننظر عليه دور في الوعي، في خلق الوعي لدى المواطن. عليه دور، ما بيتكلمش الإعلام، لا يتكلم عن أفراد، لكن يتكلم عن وجهة نظرة عامة، إنه يوعي المواطنين إنه اختار برلمان خطير جدا، برلمان سيقوم بترجمة الدستور إلى نصوص قانونية، والدستور لا يطبق تلقائيا بل سيطبق من خلال القوانين اللي ستصدر من البرلمان القادم. يوعي المواطنين انه عدم وجود كتل برلمانيه داخل البرلمان لن يستطيع من خلالها انه يقوم بالدور التشريعي والرقابي، اللي عندما يقدم استجواب لابد من امضاء 20 عضو، فبالتالي لابد من وجود كتل برلمانيه تواجه الحكومه وتحاسبها محاسبه جيده، تتعاون مع الدوله في المضي قدما الى الامام، لكن وعشان ما نحملش التجربه البرلمانيه القادمه اكثر مما تستحق، هي المساله انك تحط نفسك على المسار الصحيح. التطور لن ياتي مره واحده، يعني ابدا والنهارده خدت 10 او 20 او 30 من اللي انت عايزه، لكن هي المساله انك تعمل بناء في طريق صحيح. ومره اخرى هناك مسؤوليه كبيره على التيار المدني، انتم تتحملون مساله كبيره في مساله طرح البديل، لابد من الوجود على الارض. حضرتك تقصدي التيار المدني الدكتور محمد واحنا مش تيار مدني؟ لا انتوا احسن ناس، ده انتوا لسه طالعين الاسبوع اللي فات وقالوا لنا احنا حزب مدني، قلت اخيرا يا ربي قالوها. لا ده اخيرا واولا لا، حزب مدني بمرجعيه اسلاميه زي الاشتراكيين والثوريين وزي اللي هم ايديولوجيات، والليبراليين اقسام. لا دي يعني الليبراليه والتكتل الراسمالي ايديولوجيا سياسيه، انما كلنا مسلمين. دكتور انا ما بتكلمش على الاسلام، انا لا اتكلم، انا لا اتكلم على الاسلام والكفر. مشيها حزب مدني فقط زي ما قلنا حزب النور فقط، لا قلنا النور السلفي ولا النور الباكستاني. طيب ولا النور الهندي، لا هي اسمها النور. لنا تجربة يا ناس، انا اقول قدم مستندات، لنا تجربة سابقة في المجلس عندما قدمنا قانون تثبيت العمالة المؤقتة 500 ألف على مستوى الجمهورية، عندما قدمنا قانون فرز الأصوات في اللجان الفرعية، عندما قدمنا قانون الثانوية العامة، عندما قدمنا القرار البرلمان الخاص بالانتساب الموجه، عندما أنشأنا وساهمنا في إنشاء كباري على النيل في محافظات مختلفة.
عندما أجرين ده كله عمل سياسي ولا عمل ديني؟ ما هو الدين بيحض على ما ينفع الناس. حد قدم قانون عندكم في البرلمان اللي فات ده لمنع الانترنت لمسألة الحرية؟ بس في أزمة. لا كانت يا دكتور اصل كل حاجة موجودة يا دكتور. غير حقيقي. يعني لا يعني شوف لا لا غير حقيقي. انا شوف مش احنا اتفقنا يا دكتور ان التجربة تحمل الصواب وتحمل خطأ؟ تحمل الصواب والخطأ لكن نتعلم جميعا ولست لكن ليس بها هذا الموضوع. شوف ما يقال في الملأ على الملأ غير ما يحدث. لما أقيل عندي في لجنة التعليم وأنا كنت ماشي بخطوات معينة قالوا ده السلفيين والسلفيين سموه السلفيين هيغيروا المناهج وهيرجعوا لسعودة المناهج. سعودة إيه؟ هي في حاجة اسمها سعودة المناهج؟ ده مناهج في الطب والصيدلة والأسنان وإلى آخره والعلوم المختلفة. يسعودها إزاي يعني؟ لا لا ساعتها لم نكن قد تطرقنا إلى عملية المناهج إطلاقا. إحنا هنسألك افتراءات. أنتوا حزب مدني؟ وحزب مفتوح لكل الناس والمرأة والأقباط ممكن يكونوا على قوائمكم وموجودين ومسألة المدنية مطروحة ومسألة الاهتمام طول الوقت بفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية دي مسألة يقرها الدستور. هناك معايير تتعلق بالمواطنة زي ما الدكتور بيقول. بص يا دكتور هو الكلام لازم يبقى كلام واحد مش هينفع يتقال لا انا بقول حضرتك يا فندم انا بقول ان الكلام واحد اللي انا بقوله ده حضرتك متفق معايا فيه. جميل. بس خلاص هو ده اللي احنا عايزينه. جميل جدا. لا نقول بقى المرجعيه ايه ولا سيب حضرتك من حكايه المرجعيه دي النهارده. بس انا بقول لحضرتك انا كل ما اريد ان اقوله انه الكلام النظري الكلام المرسل شيء والمستندات شيء تاني. راجع ما ضابط مجلس الشعب السابق. طب راجع الجمعيه التاسيسيه اللي انا كنت عضو فيها في الحقوق والحريات وشوفونا قدمنا بنود ممتازه جدا في الحقوق والحريات وكله بيصب على كان بيصب ايام على 219. طب يا اخي شوف يا دكتور انتوا فاجاتوا من الناس بممارستكم السياسيه في البرلمان اللي فات ما حدش يقدر ينكر ده. بس انا قلت لحضرتك ان هناك خبره سيئه موجوده في نفوسنا جميعا كمصريين من مساله خلط الدين بالسياسه كما فعل جماعه الاخوان. للاسف الشديد ربما انتم تدفعون فاتوره لا ذنب لكم فيها بس عليكم مسؤوليه لطمانه الاخر منكم. ولا يا دكتور يعني هذه هي المساله ببساطه شديده. وصدقني هذه رساله صادقه لا احمل بها انا طبعا رساله اعتز بها جدا. لكن اطمن حضرتك ان احنا ادائنا في البرلمان كان الجميع يشيد ويتقرب منا وكنا نسدد ونقارب. في الجمعيه التاسيسيه نفس الموضوع ولا زلنا نقول ورانا الناس في التجربه 4 شهور في مجلس النواب السابق وسوف يرون في خلال الايام القادمه او خلال البرلمان القادم لمن يصل منا الى البرلمان سيمارس عملا سياسيا فنيا محترفا مع طبعا ان تكون له مرجعيه اسلاميه. بمعنى عندما يصدر مثلا قانون السقوق قانون السقوق الاسلامي يخالف شيء في الشريعه الاسلاميه يجب طبقا للدستور ان انبه اليه فقط هذا الذي نريده. بس ما قلناش يعني ان احنا حزب ديني جايين نطبق اشياء لسنا يعني مخلوقات عجيبه. لا احنا بشر مصريين نغار على مصر نغار على الحريات والحقوق نراعي غيرنا ننفتح عليه. دي كلام حق كلام مهم جدا. وهناك قواعد لهذه الدولة المصرية على الجميع أن يلتزم بها ويسير وفقا لها والكل يعني الباب مفتوح للجميع طالما صحيح. أنه يسير بقواعد الدولة المصرية. وعلى فكرة هذا لا ينطبق على حزب النور ولكن أيضا ينطبق على كل طيار في مصر وليس حزب. أنا ساعات ببقى يعني حاسة بأعضاء حزب النور وهم بتتعرضوا لحملة شرسة فمعظم كلامكم بيبقى فيه مرارة الدفاع عن النفس صحيح. نتيجة يعني أشعر بها وفي يعني أنا مش سلفية طلبية انتماء لحزب النور بس يعني في المرحلة القادمة افتحوا الحزب وهنشوف الحكاية دي. أصل الناس بتاخد السلفية دي منهج كل مصري مسلم سلف بسمعنا سلف يعني يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وده مش خاص بينا احنا الدكتور محمد كذلك وحضرتك كذلك. بس هو الناس لا بس المقصود الدعوة السلفية باتجاهاتها دي مدرسة فكرية دي مدرسة فكرية لما بيقول سلفيين المقصود على لا دي مدرسه فكريه تحترم ما فيش كلام لا دي مدرسه هو فكريه هو مقصود على ان كل هو الدكتور شعبان بيسلم على الدكتور ياسر برهامي بس ويطمن عليه ملوش اي علاقه لا 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 ليس كذلك لا لا علاقتي به وشيجه ويجب ان تكون كذلك شأن الدكتور ياسر على المستوى الانساني والشخصي لكن في السياسه الدكتور ياسر برهامي في الدعوه والدكتور شعبان عبد العليم في الحزب لا شك التخصص ده مطلوب هي دي المساله التخصص ده مطلوب. انا بشكر حضراتكم النهارده الدكتور شعبان عبد العليم الامين العام لحزب النور والدكتور محمد بسيوني الامين العام لحزب الكرامه نورتونا النهارده. بعد الفاصل هيبقى في فقره خاصه عن مشاركه الشباب في الحياه السياسيه وتحديدا في الانتخابات البرلمانيه القادمه. هل ما نتحدث عنه من شعارات تتعلق بضروره مشاركه الشباب ووجودهم داخل البرلمان ستظل شعارات فقط ام ان هناك دعم حقيقي يمكن ان يوجه لهؤلاء الشباب خلال الفتره القادمه؟ فقره خاصه في كلام تاني بعد الفاصل.
في المنافسات والانتخابات عادة ما تكون هناك مفاجآت. قائمة اللحظات الأخيرة هي القائمة التي ظهرت منذ أيام قليلة، قائمة في حب مصر. هذه القائمة ظهرت على السطح سريعا لتربك الحسابات السياسية لعدد من القوى السياسية والقوائم الموجودة. ربما هذا يكون هو التحليل المبدئي لما حدث، لكن هذه القائمة أيضا تضم مجموعة من الشباب. هناك تساؤلات عديدة مطروحة في هذه الفترة حول قدرة الشباب وإمكانية دعمهم للدخول إلى البرلمان القادم، لأنه بالتأكيد أحد الضمانات الرئيسية لأننا بنسير في المسار الصحيح. لكي يكون المسار صحيحا لابد أن يكون هذا الشباب ممثلا وبقوة في البرلمان القادم. هل هذا سيظل حلم يسيطر علينا أو شعارا نسعى لرفعه دون أن يكون هناك دعم حقيقي على الأرض لهذا الهدف؟ هطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا الأعزاء. الأستاذ طارق الخولي، عضو قائمة في حب مصر الانتخابية، أهلا وسهلا أستاذ طارق. والأستاذ عمرو عز، العضو المؤسس بجبهة شباب الجمهورية الثالثة، أهلا وسهلا. هبدأ في حب مصر. هي حب مصر دي قائمة الدكتور الجنزوري بس من غير الدكتور الجنزوري، ولا إيه الحكاية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن في يعني اللي هيركز في ال 17 شخصية اللي أعلنوا في المؤتمر الصحفي عن انطلاق قائمة في حب مصر، هاجد إن بعضهم اشتغل في فترة مع دكتور كمال الجنزوري في إعداد القائمة، بعضهم اشتغل حتى في قائمة الوفد، بعضهم كان مستقل عن ده كله أو في قوائم أخرى. معنا النائب مصطفى الجندي اشتغل فترة في قائمة 25-30 وهو زعيم هذه القائمة. فلأ، احنا امام قائمه جامعه لشخصيات عامه بشكل عام، بعيدا عن قائمه بذاتها. احنا لسنا امتداد لقائمه معينه، في ناس اشتغلت وعملت مجهود في الفتره اللي فاتت في قوائم مختلفه ولقوا ان المشهد شكله وحش جدا. الناس قاعده، الاحزاب السياسيه بتتخانق مع بعض، ده مخلي الشارع المصري شايف النخبه السياسيه بشكل سيء. حسينا لا، انه المشهد مش مظبوط، فابتدينا نلتقي ونعمل عده اجتماعات عشان نقدر ان احنا نشتغل على حاجه واحده. احنا لقينا انه في بعض القوائم اللي بيكون ليها اسم زعامه، الاسم ده لما بيرتبط او القائمه بترتبط باسم شخصيه واحده، ده بيؤدي الى انه اي خلافات بتحصل مع هذا الشخص بتحصل مع القائمه. فقلنا لا، احنا عايزين نتجنب ده. دي مش قائمة فلان شخص بعينه، لا، دي قائمة مجموعة من الشخصيات اللي حتى من مختلف الأطياف، منهم من يمثل الليبرالية، منهم اللي بيمثل اليسارية، منهم اللي بيمثل التيار القومي، حتى شباب ومرأة، يعني بجانب طبعا التمثيل الفئوي اللي بينص عليه الدستور، لا، احنا يعني بنتكلم على تمثيل سياسي لكل الأطياف. من الناحية السياسية أستاذ طارق، هذه القائمة ستربك حسابات من؟ مين اللي يعني هتعمل له ارتباك في حساباته في اللحظات الأخيرة من وجهة نظر حضرتك؟ والله إذا كانت القائمة أربكت حسابات المنافسين فده شيء كويس، يعني ده شيء محمود في الانتخابات. هم مين المنافسين؟ يعني القوائم الأخرى اللي بتعد نفسها، ده شيء محمود في المنافسة الانتخابية. الحقيقة إنه شعورنا احنا بارتباك المشهد هو اللي خلانا ان احنا نعمل حاجة سريعا. الفكره اللي احنا بنعملها دي مش جديده، احنا بنتجمع حوالين مشروع فكري انه لا، البلد في خطر واحنا عايزين نركز ان احنا عايزين التشريعات سريعه تقدر ان هي تنعكس على الوضع الحالي وعلى وضع المواطنين حتى. ده مش جديد، لكن احنا ابتدينا نفعل، يعني احنا اتحركنا بنحاول نعمل حاجه، بنحاول نخلي المشهد افضل. حتى من ساعه ما خلصنا المؤتمر الصحفي في البعض بيحاول يجرنا للمعارك جانبيه لخناقات جانبيه، احنا ما بنتجرش خالص في ده. البعض بيحاول ينكشنا كده ويتخانق معانا، احنا بنبعد عن اي معارك جانبيه لان احنا عايزين نبعد عن اي مشهد سيء اضر عين الناس في الفتره الاخيره. الناس اتضايقت من المشهد. حتى السيد رئيس الجمهوريه اتحرك وطالب رؤساء الاحزاب بانهم يتوحدوا، لكن هم للاسف فشلوا في ده. هي المسألة بتاعت الكتلة الموحدة دي في السياسة تبدو مسألة صعبة، يعني أصلا أنت تفهم أن يبقى في كتلة موحدة مثلا من التيار المدني في مواجهة كتلة موحدة من التيار الإسلامي السياسي، تفهم هكذا، لكن طبيعة الانتخابات تشهد حرجة قدرا من التنافسية. وهي الانتخابات جاية ليه؟ ما هو أنت لازم، أصل اللي في المصريين الأحرار مش ممكن يكون مؤمن باللي في التيار الشعبي، هذا فكر وهذا فكر. لا بس احنا في ظروف مش طبيعية وفي وضع حرج في البلد، والوضع ده محتاج توافق وطني.
او جانب كبير جدا من التوافق الوطني. وكلنا بنتكلم على قاعده، ما احنا التحالف اللي احنا بصدده في حب مصر تحالف بيضم الليبراليين، بيضم يساريين وقوميين زي ما بقول لحضرتك، وكلنا اتفهمنا الاختلاف لقيناه اختلاف ايجابي. الاختلاف بيسر الحوار وبيسر الافكار وبيطلع افكار افضل واحسن. لا، ممكن نلاقي مساحه من التوافق، وده المطلوب في المرحله دي. رفضت مشاركه حزب النور في هذه القائمه؟ حزب النور ما طلبش وما خدناش، احنا ما ناقشناش المساله واعلنا فيها موقف، لكن انا لو موقفي الشخصي انا ارفض يعني وجود حزب النور، يعني لو سئلت على موقفي الشخصي، لكن ده ما بيمثلش موقف المجموعه لان احنا لم نناقش الامر. بس احد اعضاء قائمة في حب مصر قال حزب النور لن ينضم حتى إذا طلب ذلك، يعني هذا موضوع فرق. ماشي كويس كويس يعني. أنا أؤيده، أنا بأيده. تؤيده. طيب أستاذ عمرو، مسألة بتشغلنا جميعا طول الوقت، ويمكن إحنا في كلام تاني مهتمين بهذه المسألة طول الوقت، مشاركة الشباب في العمل السياسي وفي المقدمة الانتخابات البرلمانية القادمة. نسعى جميعا أن تكون هناك مشاركة كبيرة، مش هقول حقيقية، كبيرة بمعنى الكلمة، للشباب في الانتخابات البرلمانية القادمة. لكن اللعبة الانتخابية البرلمانية صعبة، تحكمها قواعد ربما يجد الشباب نفسه غير قادر على مواكبة هذه المنافسة. حيك شاب، رؤيتك ايه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، انا شايف ان العدد يعني تمثيل الشباب في القوائم قليل عن اللي كنا بنتوقعه بعد في قائمة في حب مصر. اخباركم ايه؟ لا، ما هو في عدد يعني محدد بالقانون، يعني لسه ما نعرفش في التشكيل النهائي للقائمة هيبقى العدد بتاع الشباب هيتجاوز. طارق ده عارف كل حاجة، صح؟ عارف القانوني. كل حاجة، ما بيقولكش. أنا عايز أقول لك إنه عارف كل حاجة في وقتها. كل حاجة في وقتها. طارق اتغير. طارق بيقول لك دلوقتي كل حاجة في وقتها. فين طارق بتاع زمان؟ أكلمه يا طارق يقول. بعد الهوا أقول لي كل حاجة. الوضع لا يحتمل، الوضع لا يحتمل إن إحنا يبقى في سيل من المعلومات بالطريقة دي. أنا شايف إن القائمة نجاحها في انها تحافظ على خطواتها الثابته اللي فيها نوع من السريه، على اساس زي ما كان طارق بيقول انه القائمه ما تدخلش في جدال وفي مناوشات مع منافسين. اللي بيعمل قائمه او اللي بيدخل انتخابات بيبقى هدفه الرئيسي سواء حزب او قوه سياسيه هي فكره الحصول على هذا المقعد، وبالتالي هو هيحط الشخص اللي من وجهه نظره يستطيع ان يحصد هذا المقعد. للاسف الشديد في كثير من الاحيان ما بتكونش المراه وما بيكونش الشباب هو الشخص الذي يستطيع أن ينجز هذا العمل. إحنا بس عايزين نفرق ما بين القائمة والفردي. القائمة بالقانون في استحقاقات. لا، في استحقاقات. لو اتقدمت قائمة ما فيهاش العدد المناسب أو المطلوب قانونا من الشباب ومن المرأة مش هتتقبل. تمام. والتمثيل الآخرين يعني المسيحيين والعمال والفلاحين. لكن المشكلة عندنا مش في القائمة. القائمة كده كده فيها استحقاقات هيتم دخول. وصل القائمة كام يا أستاذ عمرو يا أستاذ طارق من الانتخابات القادمة؟ ما يقرب من 20%. يعني 20% القوائم كلها الانتخابات القادمة انتخابات فردية بنسبة 80%. طبعا يعني صحيح. دي مسألة. الشباب بيواجههم مشكلة كبيرة قوي في التمويل طبعا. في أن ثقة الناس في الشارع يعني لسه ما شافوش الشباب في الوضع الإيجابي اللي موجودين فيه، وضع ان هم بيبنوا طول الوقت. الصورة اللي بيزرع حتى الإعلام بيحاول يصدر صورة ان الشباب طول الوقت بيشتغلوا على الهدم ضد ضد ضد، ولكن احنا بنحاول بقدر الامكان نقدم الامر من قبل ومن بعد. يعني انا قاعده اشتغل كلام تاني من اول ما بدات مع مشاركة الشباب ويطلع الإعلام ماشي يا استاذ عبد قول. لا، ما انا يعني انا لما بقول الاعلام، الحاله العامه في الاعلام بتحاول يعني تدي صوره سلبيه عن الشباب، ولكن انا مثلا انا بشتغل في دايره امبابه، هنزل الفردي في امبابه، وبشتغل بقالي فتره كبيره على ان يبقى عندي حظوظ في الشارع، عندي مؤيدين، عندي مجموعات كبيره جدا من الشباب هيبقوا متطوعين معايا. تحركاتي في الشارع ادتني امل كبير قوي ان ممكن في فرصه كبيره في حاله ان انا اتوفرت لي الظروف المناسبه ان انا ابقى موجود بنافس على مقاعد الفرد. وانا بحييك على اصرارك ومحاولتك ان هكذا تلعب. يعني اصل احيانا انا دايما بقول الانتخابات دي زي مباراه كره قدم، ما ينفعش تنزل تلعب تنس وهي كره قدم. صحيح. انت لازم تلعب كره قدم. صحيح. فانت واخد ان هي كره قدم فلازم هتجيب جون. في ناس تانية بتنزل تلعبها تنس، ما اعرفش يجيبوا جون فين. احنا عندنا من اكبر المشاكل اللي بتقابلنا في مصر الناس اللي بتشتغل سياسه موسميه، بتشتغل انتخابات بس،
يعني لو بصينا لقينا في 100 مرشح مثلا في الدايره، هيبقى في 10 منهم بيشتغلوا سياسه، و90 لما جه موسم الانتخابات مولد الانتخابات ابتدوا يتحركوا ويقولوا ان هم بقى سياسيين وان هم بيعرضوا نفسهم على الناس عشان يبقوا يمثلوهم في البرلمان. احنا عندنا مشكله بنتكلم على الشباب، احنا في مجموعه كبيره جدا من الشباب الفتره اللي فاتت اسكلوا سياسيا بشكل كبير جدا. كنا في وقت من الاوقات بناخد قرارات مثلا في ائتلاف شباب الثوره، كنا انا وطارق اعضاء في الائتلاف، كنا بناخد قرارات مهمه كانت بتاثر على البلد كلها. وعبرت، وانا قلت لطارق قبل كده، عن درجه عاليه جدا من النضج وصل اليه هذا الشباب. يعني الحقيقه دايما لما بيحصل حوارات في هذا البرنامج شبابيه اشعر ان هناك نضج وان هناك رؤيه وان هناك ايمان عميق بان هناك مشروع. لكن للأسف الشديد هناك، وده الكلام اللي بيتقال في الإعلام. الفرصة الحقيقية احنا كجبهة شباب الجمهورية الثالثة، احنا بشكل أساسي عندنا مجموعة من الشباب الواعي جدا اللي عنده القدرة على المنافسة اللي هيبقى موجود على القوائم وفي الفردي، ولكن المشروع بتاعنا الرئيسي احنا بنشتغل على الإدارة المحلية، بنعد مجموعة كبيرة جدا صحيح. من الشباب هم دول اللي احنا شايفين ان امل مصر كلها هيبقى فيهم، وهم دول اللي هيدخل الشاب اللي هيدخل الإدارة المحلية وهيبقى محافظ أو هيبقى وزير أو هيبقى عضو مجلس الشعب حقيقي بعد ما تعامل مع الناس في الشارع وقرب منهم وقدم لهم الخدمات اللي هو يعني بما يقول لي منصبه. اعتقد ان هو ده بقى التطور الطبيعي الحقيقي اللي هيخلي واللي هيدي خبره كبيره للشباب. لان المحليات قطاع من قطاعات الدوله اللي فيها شغل كبير جدا وفيها خبره كبيره جدا في الاحتكاك والعمل. عضو مجلس الشعب بناء على الدستور ماده 101 مجلس النواب يقول له التشريع، اقرار السياسه العامه للدوله، اقرار خطه التنميه السياسيه الاقتصاديه والمجتمعيه، الموازنه العامه للدوله، والسلطه الرقابيه. دي خمس مقومات من يعني الطبيعي ان الناس وهي تختار لازم تفكر في الشكل ده، بعيدا بقى عن الطريقه القديمه بان واحد بيقدم خدمات، ان واحد عنده جمعيه بيقدم معونه للناس. ان الواقع الاقتصادي والاجتماعي لم يتغير ليؤهل الناخب المصري، انا بكلمك بقى في كلام واقعي، لاستيعاب هذه الرؤيه. الناخب المصري النهارده مختلف عن 2011، مختلف عن كل السنين اللي فاتت. الناخب المصري اللي هو نزل بعيدا عن الصندوق ونزل ضد جماعة الإخوان المسلمين اللي هو انتخبهم من فترة قليلة وحس بالخطر من ناحيتهم، ما كانش عايز مصلحة مباشرة لما نزل ضد جماعة الإخوان المسلمين، كان همه على مصلحة البلد. الراجل اللي نزل وفتر في الشارع عشان خاف على البلد، الراجل ده لو اتحرك، الناس دي لو اتحركت وراحوا للصندوق وهو ده هدفهم مصلحة البلد بعيدا عن المصلحة الخاصة المباشرة، أعتقد أنهم هيغيروا كتير جدا من المعادلة. وإحنا بنراهن على ده صحيح. لكن صحيح. هل ما يطرحه أستاذ عمرو يا أستاذ طارق يمثل وجهة نظر حالمة بعض الشيء فيما يتعلق بالواقع؟ لأن الواقع برضو أن هذا المواطن الذي شارك في ثورتين متتاليتين لا يشعر بقدر عالي جدا من التغيير في واقعه. للأسف الشديد حدثت عملية تشويه لبعض القوى الثورية والشبابية يدفع الناشطين الشرفاء منها ثمنا باهظا لهذا التشويه. يعني هناك متغيرات على الأرض تجعل الأمر أكثر تعقيدا. هل تتفق معي ولا مع الأستاذ عمرو وصاحبك وأنا صاحبتك؟ أتفق معكم الاثنين. لا، هي الفكرة أنه أنا شايف أنه التجارب لا تمنح، هي تنتزع. فالنهارده ان احنا بنتكلم على جيل الشباب انه يقدم تجربه، فمحدش هيجي يقدم لنا ده على طبق من فضه، لا احنا لازم ننتزع ده. ننتزعه ازاي بقى؟ ان احنا لازم نركز انه في 16 شاب في القوائم اللي هي تلت البرلمان، و16 شاب ده ممكن يبقى عدد قليل، لكن 16 شاب دول لو عملوا وكان عندهم مشروع سياسي كويس ومحترم جوه البرلمان قدروا يدفعوا بيه وكانوا قوة دفع، لأنه في شوية نواب كده بيبقوا جوه البرلمان بيبقوا قوة دفع وقود هذا البرلمان. لو قدروا يقدموا تجربة محترمة هيقنعوا الناس البرلمان اللي بعد الجاي واللي بعده إنهم ينتخبوا الشباب وإنه يشوفوا إنه الشباب دول اللي قادرين بالظبط إن التجربة تنجح. عندنا السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية بيتكلم على الشباب اللي بياخدهم في ابتدى فعلا يشكل مجالس استشارية لرئيس الجمهورية معظمها من الشباب.
النهاردة الحركة المحافظين الحمد لله بقى عندنا محافظ في الحركة الجديدة يا جماعة عنده 39 سنة مبروك. حاجة كويسة 39 سنة. قبل كده كان سن الشباب يقولك ده احنا جبنا وزير أو محافظ عنده 52 سنة. الحمد لله نزلنا شوية وطارق قرب وعمر قرب وبقيت حاجة أنا مرتاح أنه لا فيه هتبقى فيه مساحات للشباب في الفترة الجاية. ليه مرتاح؟ لأنه أثناء الحملة الرئاسية احتكيت بالسيد الرئيس وكان بيتكلم طول الوقت عن الشباب. الرئيس مؤمن فعلا بالشباب ومؤمن. هو حتى في إحدى اللقاءات المغلقة مع الحملة قال لنا شباب معد إعداد جيد هعمل كده واخده هاخده في كل حتة في البلد وهسيب البلد إن شاء الله هنسيب إن شاء الله الفترة الرئاسية بتاعتي وفي شباب في كل مكان في الدولة. في سؤال حد بيسأله لك إمتى هياخده؟ في مرحلة ما احنا النهاردة بنشوف اهو شباب داخلين محافظين بنتكلم على معاونين وزراء هيبتدوا انهم يحتكوا لانه دواوين الوزارات دي مشكلة كبيرة قوي. مش اي حد كده يعني مش هينفع اجيب وزير بالباراشوت من غير ما يكون دخل في ديوان الوزارة وفاهم يعني ايه وزارة وفاهم يعني ايه شغل. صحيح. فلا انا شايف انه في غضون سنتين ولا حاجة ممكن نلاقي عندنا لا خلاص بقى عندنا وزراء شباب. من يشاركوك وجهة النظر دي يا أستاذ طارق؟ تراهم كام؟ هل ما يقال عن أن هناك شباب يشعر أنه منعزل، يشعر أنه لا وجود له، يشعر أن الأمور ماشية كده وهو مش في الحسابات، دول كتير ولا المؤمنين بوجهة نظرك بأن هناك تغييرا قد حدث وأن هناك مراحل لاحقة لهذا التغيير ستتم؟ مين أكثر؟ والله في بقايا جماعات احتجاجية هي شايفة أنه مفيش أمل في شيء وشايفة أنه بقايا جماعات احتجاجية حركات احتجاجية بقايا حركات احتجاجية ده حقيقي. شايفين الحياة سوداوية، شايفين أنه لا مفيش لا دور للشباب دلوقتي ولا جاي ولا بعده ولا لا. كلمني على الشباب العادي. وأعتقد أن دول حطينا في ورطة. يعني دول حطينا في ورطة في إيه؟ في ان لا دول كمان مش حاطينك انت بس، هم حاطين نفسهم كمان. لا وحاطين نفسهم كمان لان هناك حاله من الرفض الشعبي لهذه المساله. بالزبط. يعني بالظبط. ما هو ده الجزء بقى اللي عمرو بيتكلم عليه. لما الاعلام بينقل دول بيعملوا ايه؟ فدول بيتسببوا في تشويه الشباب كلهم وانه يبان ان الشباب ده ده بيكسر وبيحرق ولكنه بيفقد رصيده الشعبي يا استاذ طارق. ما هو للاسف يعني هو سلاح ذو حدين، اذا اراد ان يفعل ذلك فهو في الوقت ذاته. لكن انا بكلم حضرتك عن الشباب العادي جدا. ما احنا بقى الشباب دول اللي كانوا معاك في الجامعه، زمايلك في الشغل، الناس اصحابك اللي انت بتقعد معاهم، انقل لي ممكن. لا لسه مش حاسين طبعا انه لا الدنيا خلاص راح في اتجاه انه الشباب بيتمكن. لا لسه في شعور باليأس حاصل عند اطياف او مجموعات كتيره من الشباب، لكن لانهم ما يعرفوش. انا اعرف شويه انه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفكر ازاي في قصه الشباب، احتكيت بيها فتره رئاسه. انا مش عايز اقول وعمرو عايز اللي لا لكن احنا بننقل. ما احنا لازم ننقل يعرفوا يا طارق. ما احنا بننقل وبنقول عشان كده. لكن يا طارق انت تنقل، لكن انا مش يعني انا هنا في الحوار لازم اخد مقعد الشخص اللي غايب معاك عشان يبقى الحوار موضوع. انا عايز الرئيس اللي ينقله زي ما طارق حكى. لا الرئيس بيقول وفعل. لا هقولك الرئيس قال في انه ما يخص الرئيس هي السلطه التنفيذيه. الرئيس ابتدى يتحرك فعلا في السلطه التنفيذيه في الوزارات والمحافظات. احنا شايفين ده بيحصل دلوقتي في المناصب التنفيذيه في السلطه التشريعيه. الرئيس ما يقدرش يتدخل في شيء يتعلق بالسلطه التشريعيه. السلطه التشريعيه بنيانها الاساسي في الاحزاب. احنا شفنا رئيس الجمهوريه في اكتر من خطاب ليه بيتكلم حوالين انه بيوجه خطابه للاحزاب، تبنوا الشباب، خدوا الشباب، عدوا الشباب، صدروا الشباب في الحياه السياسيه. ده ما بيحصلش يعني في الاحزاب السياسيه للاسف يعني. فالمشكله مش دلوقتي عند القياده السياسيه فيما يتعلق بالحته بتاعتها السلطه التنفيذيه. بيعملوا ده لا، والاحزاب التي تهاجم عندنا مشكله بقى في الاحزاب لتهميشه الشباب هي ايضا لا تعاون الشباب ولا تقدم. احنا بقى عندنا مشكله في الاحزاب المصريه. عندنا مشكله انه عندنا اكتر من 100 حزب. بس قبل ما تاخدني الاحزاب المصريه عايزه برضو اتناقش فيها. ما هو الاحزاب دي بقى مقبره الشباب. يعني الاحزاب دي اللي المفروض تعد الشباب وتساعد الشباب في ان هو يكون اللي دايما هو المصنع بتاعه، مصنع الشباب للسلطه التنفيذيه وللسلطه التشريعيه. لا انا مش موجود. انا كمان هممني قبل ما انتقل للمسؤوليه الخاصه بالاحزاب تجاه الشباب، هممني قوي كمان مش الشباب اللي هيترشح في الانتخابات، الشباب الذي يمتلك قوه تصويتيه في هذه الانتخابات. انا ارغب ان ينزل هذا الشاب الى صناديق الاقتراع بوعي وبإرادة وبإحساس بالأمل عشان يساندك ويساند عمرو ويساند مجموعة من الشباب كممثل له.
انا عايزه مشاركه من الشباب من هذه الناحيه، يعني وجودكم في البرلمان مهما كان سقف طموحاتنا. طب انا حضرت، انا كنت في طبعا في الحمله الرسميه للرئيس، وحضرت النسب بتاعه التصويت بتاعه الشباب في الانتخابات الرئاسيه، ومن تحدث عن مقاطعه الشباب للانتخابات الرئاسيه وعدم اقبالهم كانت اكذوبه كبرى. لانه كمان الشباب الاقاليين شهد بنسبه مرتفعه للغايه، ساحقه بنسبه ساحقه مشاركه الشباب بنسبه ساحقه، بعض المناطق يعني الحضريه يعني نص مصر شباب اساسا يعني بالظبط او اكتر كمان من نص. فالنهارده احنا النسب اللي اتكلم عنها بعض مراكز الاحصاء اللي طلعت نسب لمشاركه الشباب كانت نسبه معديه 50% بكتير، يعني نسب الشباب كانت نسب كبيره جدا من المشاركه. يعني من يقول الكلام اللي حوالين انه الشباب ما بيشاركش والكلام ده مش حقيقي. طيب انا برضو يعني هنا يعني عايز اعمل ايه، احنا لازم احنا دورنا ايه؟ دورنا ان احنا نقدم للناس دي نماذج نامل انها تنجح فيها المقومات الرئيسيه. انا برضو فكره شباب 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 دي برضو يعني بتحسسني ايه، ان انا كل الميزه اللي عندي ان انا سن صغير. لا، احنا عندنا نماذج كتير جدا عندها من الخبره ومن الدرايه ومن العلم ان هم يقدروا ينافسوا الكبار او العواجيز اللي هم يعني يبقوا ممكن يبقوا افضل منهم كمان. يعني مش فكره بس ان ايه ان ده شاب، لا، احنا لما بنتكلم على الشباب بنتكلم على الشباب عندهم خبرات يعني على الاقل تعطى له فرصه للمنافسه. ما احنا بنتكلم بقى على مثلا ايه، على تمويل حملات الشباب، على ان الدوله ترعى الشباب اللي اكيد هيبقى عندهم كسور عن بقيه المرشحين. طب انا هقول لك على حاجه، خلينا نتكلم عملي شويه عشان الناس بتحب الحكايه دي قوي. عمرو عز هينزل في دايره امبابه، هينزل في الفردي، هيعمل ايه؟ مين هيدعمك؟ يعني اول غير انا وطارق يعني. اول مؤشر، اول مؤشر اديك يا عمرو. ده انت اشتغل معاك في حمله الجزائر بره. اول مؤشر نجاح بالنسبه لي ان انا قادر يعني يبقى عندي مؤيدين في الدايره هيدعموني، مش بس باصواتهم واصوات عائلاتهم واصوات الناس اللي معاهم، ان هم كمان هيساعدوا في الحمله الانتخابيه بمطبوعات ببانرات بتبرعات من مقرات وخلافه وخدمات كثيره جدا الناس بتقدمها، والناس شايفه ان يعني ممكن او في امل ان ابقى انا نائب عن امبابه، فبالتالي هم واقفين معايا بالطريقه دي. لو انا ما عنديش يعني لو انا ما عنديش العلامه دي او ما عنديش المؤشر ده، انا كنت ممكن اتردد في النزول في الانتخابات في امبابه، ولكن انا عندي ناس واقفه معايا وده انا بشتغل سياسه. من الشباب بيقول لك يا عمرو والله يا عمرو احنا هندعمك واحنا يعني بس عشان يبقى ضميرنا مرتاح، بس يا ابني الحكايه ممكن برضو ما تمشيش كويس وما تاخدش المقعد، بس ما عملنا اللي علينا. يعني ده كان مع انا كنت نازل في انتخابات 2011، ده كان بيتقال لي، لكن المره دي الفرص مختلفه، الطريقه مختلفه، تعامل الجمهور معايا مختلف تماما. انا بشتغل سياسه بقالي 10 سنين، يعني على درايه كامله بكل متطلبات الدايره. انا من دايره فقيره جدا، مليانه عشوائيات، ما فيهاش خدمات متاخره فيها جدا، مهمله، وكل اعضاء مجلس الشعب اللي كانوا حزب وطني قبل كده ما كانوش بيعملوا فيها اي خدمات، كانوا بياخدوا الكرسي ويختفوا عن الانظار وما بيقدموش في المقابل اي حاجه للناس. ما حدش بيقدر يطالب بحقوق الناس دي. انا بعرض نفسي او يعني بقدم نفسي المره دي ان انا يا استاذ عمرو ان حضرتك تنضم لحزب سياسي كبير مثلا. حزب سياسي كبير فين؟ في مصر الموجوده يعني في مصر محاولات لعمل احزاب سياسيه قائمه على اشخاص غير قائمه على مشاريع. صاحب الحزب او مدير الحزب او اللي بيصرف على الحزب هو اللي بيتحكم بشكل كبير في المجموعه اللي بتدير وفي اختيار المرشحين، والاحزاب بتختار حتى مرشحين على اساس ايه، يعني بعيدا عن المشاريع وبعيدا عن التوجهات حتى الحزبيه، سواء حزب ليبرالي. بس انا عايز اقول لك تجربه كانت شديده الايجابيه، واكيد استاذ طارق هيتفق معايا فيها، لما اتعامل المصريين الاحرار والديمقراطي الاجتماعي بعد ثوره 25 يناير مباشره، وجدنا وجوه شابه دعمتها هذه الاحزاب داخل البرلمان. طبعا. وكانت هذه تجربه شديده الاهميه، يعني كانت هذه الاحزاب وليده، كان بقى لها تقريبا 3 شهور. صحيح. واستطاعت ان تقدم وجوه شابه، عارفه الفارق اللي حصل للاسف وعمليه التشويه اللي تمت، لكن على اي حال كانت هناك تجربه. هي في محاولات محموده، محاولات، بس احنا عايزين احزاب. لو نفتكر كده الحقبه الليبراليه، حزب زي حزب الوفد، حزب شعبي، يعني حزب ليبرالي شعبي ليه علاقه بالشعب، في تواصل،
الحته بتاعت التواصل دي ما بين الحزب السياسي والشعب بقت مقطوعه، بقت في مشكله انه الناس في الشارع ما عندهمش انتماء حزبي. يعني ده كان بيبقى موجود، يعني ده مع الوفديين، كان يقول لك الوفديين بالظبط. يعني يبقى شخص حتى مش موجود في حزب الوفد، مش ماضي استماره في بس يقول انا وفدي مثلا، انا فكري وفدي. يعني الكلام ده كان بيبقى موجود في مصر في الحقبه الليبراليه، لكن النهارده ما فيش الكلام ده، مش موجود. فاحنا عايزين ده لما يبقى موجود، ده ساعتها نقول بقى في حياه حزبيه مظبوطه، بقى في احنا كنا طول الوقت بنقول ان احنا عندنا مشروع للمحليات. كنا بنقول ان احنا نتمنى ان احنا نبقى جزء من مشروع كبير، من تنظيم كبير داخل حزب، ولكن ده مش متوفر. لو بصينا على الاحزاب اللي موجوده كلها بتشتري مرشحين، يعني هو مش باني مرشحين. يعني احنا بنتكلم على انتخابات النهارده، فالاحزاب النهارده بتفكر ازاي تجيب مرشحين عندهم شعبيه، عنده شعبيه بصرف النظر عن توجهاته الفكريه، بصرف النظر عن هل هو متناسب مع المقعد. هو بيحسبها حساب مكسب وخساره. ولما نخش بقى جوه البرلمان ونختلف فكريا انا وصديقي اللي من نفس الحزب في مساله من المفترض ان احنا بنخضع فيها لافكار الحزب والبرنامج الحزب اللي احنا مقدمينه للناس او اللي احنا عارضينه على الناس، ما هنا المعضله. انا بتكلم على حزب ليبرالي من المفترض انه عنده اساس فكري بيختار اعضائه، مش الناس اللي هيبقوا نواب ومسؤولين. لا، انا بتكلم على اعضاء الحزب من المفترض ان هم بينتموا للفكر الليبرالي. ما بالك بقى بالمرشح اللي هيبقى صاحب سلطه او هيبقى ليه كلمه يعني مسموعه في الحزب. عندي سؤال يتعلق، ان دايما بيتم استخدام لفظ نبض الشارع. انا عايزه تعمل لي كده نبض الشباب، شكله ايه؟ من انت محتك في دايره، وفي دايره كبيره وواسعه، وعندك قطاعات من الشباب، ممكن تنقل لي بامانه شديده نبض هذا الشباب الان؟ يعني انا بالنسبه لي للشباب اللي انا اتقابلت معاهم يعني واتكلمت معاهم على اساس انهم يبقوا موجودين معايا، حتى انا معايا مجموعه كبيره بتشتغل معايا بقالها فتره في الشارع، ولكن اللي ابتدوا ينضموا لنا في الحمله الانتخابيه شايفين ان في حاله نجاح عمرو في امبابه، فده بيفتح فرص كبيره جدا لشباب ان هم يخوضوا نفس المنافسه ونفس التجربه دي بشكل تاني في مناسبات قادمه. يعني انا بالنسبه لهم نموذج، لو نجحت هيبقى امبابه طلعت شاب، وبالتالي كل شاب في امبابه عنده المقدره السياسيه وعنده الطموح ان هو يبقى موجود في البرلمان، فهيبقى بالنسبه له في نموذج نجاح، وهو المفروض ان هو بيبني عليه. الكتله الشبابيه اللي موجوده عندك في الدايره قانعه بانها قادره على التاثير، ولا ساعات تسمع بعضهم يقول لك يا سيدي ما هو البرلمان هيجي زي كل مره، هو انتوا هتقعدوا تتعبونا ليه وشاركوا وما احنا كنا في فتره ما كانوا بيحاولوا يعملوا انطباع كده ان خلاص القصه خلصت، وان كده الناس اللي قدام هم اللي جايين كانوا والقصه لا، هو ده انطباع ده موجود حتى الان، حتى هذه اللحظه. واحنا بنتكلم على استغلال هذه المساله، احنا بنتكلم على ناس طول النهار بتتكلم في السياسه. الشعب المصري بقى من 25 يناير 2011 وهو بقى مهتم جدا بالسياسه، السياسه بقت في البيت وعلى القهوه وفي الشغل، بقت في كل حته. بس الان المساله اتغيرت تماما. انا اقول ايه اللي ممكن يعمل فرق؟ اللي هيعمل فرق ان الناس تنزل وتشارك وتدافع عن حقوقها. لو الانطباع ده هو اللي ساد، فالناس مش هتشارك بناء على ان هم احبطوا بان كده في حد هو اللي كسبان. الناس هي اللي بتعمل فرق. لو الناس نزلت وشاركوا ونسبه المشاركه بقت كبيره، البرلمان ده هيبقى ممتاز جدا جدا جدا. لكن لو الناس احبطوا وقعدوا في البيت وقالوا والله ما خلاص، ما فلان ده كده هو اللي هيكسب، او فلان ده اللي معاه فلوس وهيصرف وهو اللي هيكسب، الناس هي اللي بتعمل فرق. هم بيحاولوا يشتغلوا على الناس ان هم ما ينزلوش. طيب الكلام اللي بيقوله استاذ عمرو يا استاذ طارق في غايه الاهميه. اذا ما اردنا احياء هذه الطاقه الايجابيه بداخلنا جميعا كمجتمع، وبالتاكيد داخل هذه الكتله الشبابيه، بان انتم جزء اساسي من هذا المسار، انتم تحركون هذا المسار كما حركتموه من قبل، استمروا، لان كنتوا هتحركوا المسار دلوقتي في اطار مؤسسي وليس من خلال الشارع. نقدر نمثل انا مختلف شويه مع فكره احباط الناس. المصريين في الكام سنه اللي فاتوا عملوا البدع، يعني عملوا اللي ما فيش شعب من شعوب الارض عمله على مدار التاريخ. من قال لك الفيل الطائر؟ يعني عملوا حاجات رهيبه. في بيطير ما فيش يعني فيل بيطير، بس المصريين عملوا حاجات رهيبه. اللي انا قلقان منه مش انهم المشاركه تكون قليله، لسبب انهم الناس تقرف من المشهد العام،
وده اللي احنا قلقنا منه. يعني احنا لما رحنا عملنا القايمه دي لان احنا قلقانين الناس تتضايق من المشهد. المشهد في انتهازيه شديده وصبيانة احيانا وخناقات وكل شويه منشطات جرايد فلان بيتخانق مع علان وفلان ده وعلان دول المفروض ان هم ناس كبره يعني. فلا يعني ده اللي قلقني بس انه الناس ما تشاركش. فبنحاول نعدل ده، بنحاول نعمل حاجه بقايمه في حب مصر او غيره. في ناس بتحاول ان تخلي لا المشهد شكله احسن. الناس كمان احنا كمان نبقى عارفين احنا عايزين ايه، يعني احنا عايزين ايه بالظبط. نكلم الناس على مشروع سياسي، نكلم الناس خلال مرحله الدعايه الانتخابيه احنا عايزين نطلع تشريعات خاصه بكذا وكذا وكذا تنعكس على حياته اليوميه. طيب ويبدا أنا يقتنع. انا هعمل مثال عملي. حضرتك دلوقتي في قائمه في حب مصر يا استاذ طارق، هنفترض سيناريو كده واحنا قاعدين في الاستوديو ان حضرتك في جوله في الصعيد، رحت اسيوط اللي فيها 60% من الفقر، ورحت عدد من المحافظات اللي هي لا تقل حالا يعني من ناحية الفقر أو البؤس أو الوضع الاقتصادي السيء، وطارق الخولي اللي في قائمة في حب مصر بيقول لهم عندنا أمل وهنتحرك وعندنا مشروع. إيه بقى ملامح هذا المشروع؟ لا الفكرة في أنه وأنا بكلمه حوالين أنه أولا لازم أفصل عنده الجزئية بتاعت نائب الخدمات عن نائب التشريعات، وده ممكن يكون محتاج وقت، لكن في ناس كتير ابتدت تفهم ده بشكل كبير. بجانب انه لو انا هكلمه حوالين مشروع سياسي يعني عكس عليه الشنطه هجيب له موافقه على لو انا هكلمه حوالين مشروع سياسي في صحي، لكن انا بقول لحضرتك قول له عشان ينتخب طارق الخولي او عشان يدعم هذه ما انا لما اقول له لما اقول له انه هذا البرلمان هو اللي هيناقش الموازنه العامه، الموازنه العامه اللي فيها ممكن تكون فيها مخصصات خاصه بايه قريته دي ازاي انها تتطور. الله يسامحك بقول لك مواطن في قريه في الصعيد تقول له الموازنه العامه والمخصصات وناقص تقول له الاليات والمحددات والاستراتيجيات. طبعا لازم يا استاذ طارق يعني خلي بس ايه بسط لنا احنا بس ناس بسيطه. لا ما لا يعني اديني في البسيط. ماشي ما انا مش انا عندي مشاكل في الصرف الصحي، انا عندي مشاكل في المي، انا عندي مشاكل في الكهرباء، انا عندي مصايب كتيره. الصورة الذهنية بتاعتي ان البرلمان اللي جاي ده بقى هو اللي المفروض يحل لي كل المشاكل. يحلوا بطريق ان انا آليتي تشريعات، وده اللي الناس لازم تفهمه. او يحاسب لازم نعمل فرق ما بين المحليات. لا 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 لازم نعمل فرق ما بين العمل ما بين الحكم المحلي وشغل المحليات وما بين اداء التشريع. أيوة ما احنا مش هنقوم بالطريقه دي. الحكومه القادمه جايه منين يعني يا يعني عشان جاية من هذا عشان البرلمان. عشان كيف ستشكل عشان الحل يتعدل وتبقى ماشي عشان الحل يتعدل وتبقى الدنيا البرلمان. لا 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 بس في حاجه في خطوه اولى بانه رئيس الجمهوريه بيطلب او بيعين رئيس وزراء بيشكل حكومه وهذه الحكومه بيتم التصويت عليها في البرلمان. لو رفضت من البرلمان بيتم اختيار رئيس حكومه من الاغلبيه البرلمانيه. لا المساله فيها اليه يعني مش البرلمان خلاص هو اللي هيشكل الحكومه. الكلام ده دي خطوه ثانيه مش خطوه اولى. فبجانب ده انه لا احنا وضع البلد مش هيتعدل صح الا لما يحصل فصل بقى ده بالممارسه السياسيه، يحصل فصل ما بين نائب الخدمات القديم ده اللي هو بينزل يوعد الناس ويروح يعمل رصف الشارعين ويوزع زيت وسكر. طب ما الزيت والسكر عمل ايه للاخوان؟ ما عملهمش حاجه. لا يا فندم بس هذا البرلمان ايضا هو المسؤول مثلا عن تقديم واحد شاب زي حضرتك كده يروح البرلمان او زي استاذ عمرو ويقول عايزين قانون للتامين الصحي يشمل مزبوط كل المصريين وتحارب وتناضل النادي ده لان ده اساس العداله الاجتماعيه اللي انت نزلت فيها. النهارده عندنا وزاره العداله الانتقاليه بتتكلم حوالين 92 تشريع مطلوبين عشان يبدا هذه التشريعات او القوانين تتوافق مع الدستور الجديد، منها 5% اللي مفروض تبقى في الموازنه العامه بتاعت الصحه تمام والنسبه بتاعت التعليم وكل لا دي حاجات من الاولويات اساسا. ما هو اساسا الدستور بينص ان احنا لازم نعمل ده بالتاكيد انه الفكره في انه لازم نفهم الناس احنا ازاي اللي طلع تشريعات تنعكس في النهايه على حياتك في الاقتصاد وفي وضعك الاجتماعي وفي التعليم وفي الصحه. عمرو في امبابه من المناطق اللي بتعاني من وضع عشوائي. خلينا برضو نتكلم على ايه، خلينا نتكلم على فرق بين مرشح في القايمه من المفترض ان هو جاي بشكل اساسي بيتكلم على سياسات عامه التشريعات بيتكلم على سياسات عامه بيتكلم على دور في الموازنه العامه. ده ممكن بيختلف عن المرشح اللي في الدائره الفردي اللي هو بيحتك بشكل مباشر ب
مشاكل المواطنين المباشره اللي عنده داخل الدائره. كل الانتخابات هنا يا استاذ عمرو طبعا طبعا يعني ما بيكون في كتله معينه تلاقي شعارات بره مثلا تقول لك ان احنا الناس اللي هيحرروا مش عارفه الاقتصاد، احنا الناس اللي هنواجه الفقر، احنا الناس لازم تقول لي توجه حضرتك ايه عشان انا ابقى فاهمه. بس عمليا احنا الدوله بقالها 4 سنين ما عندهاش اداره محليه، ما عندهاش رقابه على الاداره المحليه. ومن المهام الرئيسيه لعضو مجلس النواب انه بيراقب السلطه التنفيذيه، وده دور عن طريق دور مراقبته على الحي والمحافظه. من المفترض ان هو بيسعى لي ان الخدمات بتاعه الدائره بتاعته تتم على اكمل وجه لحد ما يبقى فيه اعضاء مجالس في الاداره المحليه هم بيتولوا السلطه دي من بعده يعني، او بالمشاركه معاه. بص يا استاذ عمرو، بص يا استاذ طارق، هو الزرار مش كده فاحنا هنجيبه كده. الناخب عنده موروث ثقافي وتاريخي طبعًا معين طبعًا. خلينا نكون واقعيه طبعًا. جدا متعلق بهذه الانتخابات انا عايزه اشتغل عليه واطوره، ده هياخد امد، لكن انا وانا بشتغل عليه لازم برضه ابقى فاهمه ازاي هقدر اثر، ازاي هقدر ابقى موجوده. ما هو معلش من لم يتعلم من التجارب السابقه يبقى عنده مشكله في الاستفاده من الدروس المستفاده. طيب انا يعني انا انا في حاجه، لو لو الناس كانت الفكره بالنسبه لهم هي فكره انه انا بس يبقى عندي حاله الفقر دي اقدر ازللها، او عندي مشاكل اجتماعيه او مشاكل في منطقتي تزلل، ده السبب الوحيد. مستوى المعيشه، تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي، هذه ليست طبعًا شعارات طبعًا، هذا طبعًا واقع. لا دي عداله اجتماعيه، دي اساس 25 يناير يعني. هي الفكره في انه عشان نائب النهارده يجي يوعد الناس، ينزل في الصعيد ويوعد الناس انه بكره الصبح كل الناس دي مش هتبقى في فقر في هذه المنطقه، والمنطقه دي هتبقى باريس وحاجات من النوع ده، يبقى ده راجل بينزل يفتي على الناس، بيقول اي كلام، وليس هناك مواطن كلام مش واقعي سيستقبل هذا الكلام. كويس طبعا، تأكيد. محدش عارف ان هي هتبقى، فإحنا محدش عارف ان فاحنا بنتكلم بقى، بس اديني احنا بقى بنتكلم على الشكل الواقعي. البرلمان ده المفروض يعمل ايه؟ البرلمان ده المفروض يطلع لي تشريعات تحسن وضع الاجتماعي وتعمل العداله الانتقاليه، ومفروض يعملوا حاجه تانية انهم يراقبوا الحكومه انها تنفذ ده. مظبوط، فالحاجتين دول اللي يخلوا وضع المواطن يبقى افضل. مظبوط، وده لازم يكون في اطار مشروع سياسي. انا عايز اعمل ايه؟ تشريعات سريعه عشان يبدا الناس تشعر ان التامين الصحي بقى افضل. محتاج اعمل تشريع ايه وشكله عامل ازاي عشان الصحه يكون وضعها افضل، التعليم يكون وضعه افضل. محتاج اقول له ان الظلم اللي انت عانيت منه في ايام الحزب الوطني، ان المعاناه اللي عانيت منها في ايام اخوان لن تتقبل. لا ده هو نفسه مش هيسمح بيها، دي خلاص، دي انتهت، ما حدش تاني هيقبل ان ممكن الامور ترجع. حينما تستبعد هذا لابد ان تطرح نفسك كبديل، والبديل لابد ان يمتلك الرؤيه، والرؤيه لازم يفهمها او توصلني. يعني انا طارق بيقول لي اوعدك انك مش هتعيش الايام اللي انت عشتيها، وانه سيكون هناك احترام للحريات، وانه سيكون هناك اهتمام بالعداله الاجتماعيه. ازاي؟ بتشريعات ومراقبه للحكومه. كيف صدقت وانحياز؟ بص بص احنا خلينا نقول ايه، ان المواطن هيبتدي يرضى عن الثوره وعن النظام اللي موجود في البلد لما يبتدي يحس ان ده بيأثر عليه بشكل مباشر، لما تعمل له تنميه. ايوه، لما اعمل له تنميه، هذه الشعارات لما اعمل له تعليم، لما اعمل له تعليم مناسب فاخفف من على كاهله مصاريف الدروس الخصوصيه، لما يبقى قادر ان هو يتعالج في مستشفيات مناسبه، لما يبقى بياخد اجر مناسب للعمل بتاعه. ويعني اعتقد ان هو ده المسار الرئيسي اللي من الطبيعي ان كل المرشحين هيشتغلوا على المسار ده، ولكن في صعوبه في ان حد يقدم حلول حقيقيه عشان ده يتحل. احنا بنتكلم على سلطه تنفيذيه هي المفروض اللي بتقدم الخطط التنفيذيه لتذليل كل المشاكل دي. البرلمان بيقدم سياسه عامه. هي مدى نجاح اي طيار في تقديم مشروع وطني يقنع به المواطنين، انا ابقى مواطنه مقتنعه ان حالي بعد سنه مش هو دلوقتي، وبعد 4-5 سنين مش هو دلوقتي، وبعد خطه حكايه بقى قصيره المدى وطويله المدى احنا فضلنا. طب احنا ممكن نعمل ايه في التنميه؟ انه نذلل عن طريق التشريعات كل العقبات اللي امام المستثمرين. مظبوط. نبدا نخلي الاستثمار، نجذب استثمار. مظبوط. يجوا يشتغلوا في الطاقه، يشتغلوا ونبدا ان احنا يكون في مراقبه لاتفاقات الحكومه مع المستثمرين فيما يتعلق بمشاريع الطاقه دي، ازاي تتقسم ما بين الحكومه وما بين الدوله المصريه وما بين المستثمرين عشان نقدر نوصل لتنميه حقيقيه موجوده.
وما شابه ده، ده عمل اللي بستفزهم قوي. اقول لك على مشروع، كل ما تستفزه هيطلع. هتسمع منه الافكار اللي انت محتاجها. اقول لك على مشروع، عشان لما حد يقول انا اسف يا عم، لما حد بيقول انتوا ليه منحازين للشباب وايه خبرتهم، طب هو ما هو انت لو تسمعه وتعرف اللي عنده وتعرف بيفكر. انا ده استفزاز مقصود يعني. اقول لك على ومنهج. حاجه خاصه جدا، مثلا بالدايره عندي انا، في دايره فيها عمالك يعني كم عماله كبير جدا غير منظم، وانا عندي من 3 سنين مشروع لتنظيم العماله دي في نقابات، ده يعني يبقى في تشريع القطاع غير الرسمي. ده القطاع غير الرسمي، الناس اللي هي بتشتغل باليوميه، الناس اللي هي ما عندهاش تامين صحي، الناس اللي هي لو تعب وقعد في البيت مش هيلاقي ياكل، اللي يعني الدوله ما تقدرش تقدم له الرعايه المناسبه. وانا يعني بحاول اعمل عندي مثلا في امبابه، ان بحاول اعمل او عندي مشروع لو بقيت نائب في البرلمان هشتغل عليه، اني انظم كل العماله الغير منظمه في امبابه. اولا هيبقى عندها المقدره انها تطالب بحقوقها، هيبقى عندها المقدره بعد 4 أو 5 سنين ان تبقى النقابات دي بدات صغيره وكبرت لحد ما قدمت لهم تامين صحي، لحد ما قدمت لهم معاشات في حاله ان هم يعني تجاوزوا سن الشغل، قدمت لهم معونات وخدمات في حاله ان هم بقوا عاجزين عن ان هم يقدروا يشتغلوا. يعني دي من المشاريع اللي انا يعني دي حاجه خاصه بطبيعه الدايره، ان فيها عماله كبيره غير منظمه، وبالتالي دي مشكله بتقابل أتمنى الناس. اتمنى استاذ عمرو ان انا اشوفك في البرلمان، واتمنى ان الكلام اللي انت كنت بتقوله لي دلوقتي في الاستوديو ان شاء الله يبقى قريبا اشوفك فيه، وجايبه ده وانت بتعرضه. هذا ليس انحياز لكتله شبابيه تتحرك وتحاول ان تساهم في تغيير الواقع، لكن احنا كمان علينا دور. ما لم يتم استيعاب هؤلاء الشباب في اطار مؤسسي حقيقي يستوعب احلامهم وطموحاتهم وافكارهم ورغبتهم في التغيير، يبقى لازم نلوم نفسنا لو هذا الشباب اصبح خارج المسألة. يعني ساعتها احنا اللي هنلوم نفسنا، محدش مفروض ان هو يلوم اي حد. انا عايز اقول بس ان احنا مش مجرد ان احنا بالبرلمان الجاي ده، احنا عندنا حلم كبير، احنا جزء من حلم ان مصر دلوقتي تبدأ مش بس تتعافى، تبدأ بقى تنطلق وتجري على المستقبل. الفكرة في انه كمان احنا بنستوعب ايه هي مشاكلنا الاقتصادية الحقيقية. بنتكلم حوالين الزراعة، ليه الرقعة الزراعية مش عارفين يوسعها، عندنا مشكلة في المية لازم نحلها. ليه المصانع مش قادرين نكتر، عندنا مشكلة في الطاقة ازاي نحلها. وبنتكلم على شركات ازاي تيجي تستثمر في الطاقة الشمسية، لانه البلد ما ينفعش تبني محطات طاقة شمسية لدى يكلفها تكلفة كبيرة جدا. بنتكلم حوالين ازاي نعظم الخدمات اللي هي اصلا عصب الاقتصاد بتاعنا، ازاي محور قناة السويس الامل الجديد ده، ازاي نعظم هذه الخدمات اللي على محور قناة السويس، ازاي نعظم مشكلة السياحة، وازاي ان السياحة تبدأ تفوق بقى من بعد عصرتها في الفترة الأخيرة، ازاي نقدر نطور الخدمات المتعلقة بالاتصالات. يعني ده الجزء، ازاي نعظم الاقتصاد في الوضع ده. بنتكلم حوالين تقسيم جديد في المحافظات، هنطلع على البحر، كل مدن الصعيد ومحافظات الصعيد هتطلع على البحر الأحمر في امتداد عمراني، ونبدأ يتعمل طرق. عندنا حلم ان مصر تبقى شكل تاني ان شاء الله. احنا بنواجه مشكله ان احنا بنحاول نبتدي بدايه جديده مختلفه تماما. يعني احنا واحنا بنعمل محور قناه السويس المشروع المستقبلي الكبير جدا، احنا برضو محتاجين نركز على صناعات كثيفه العماله عشان نحتوي كميه البطاله الكبيره جدا، محتاجين نركز على التعليم الفني عشان مصر ترجع تاني عندها الصناعيه اللي كانوا بيبنوا العالم كله. نظره المجتمع التي ظلت تنظر للتعليم الفني، التعليم الفني في مصر دلوقتي ما بيخرج مجموعه ما لا تفقه شيء في المهنه اللي هم بيدرسوها، رغم ان احتياجات الشغل العملي داخليا وخارجيا تحتاج الى هؤلاء خارج القطاع الفني. الحاجات دي اهملت على مدار سنين كبيره جدا. احنا يعني واحنا بنحاول نعدل مثلا في العشوائيات والمناطق اللي اتبنت بشكل عشوائي غير منظم، برضو عندنا فكر ان في اماكن تانية المناطق العشوائيه بتتمدد. يعني احنا جايين على ميراث تقيل جدا
سنين كبير سنين طويله جدا من عدم التخطيط والتعامل مع الدوله كدوله باليوميه والتعامل مع المشاكل، مش وضع حلول استباقيه للمشاكل. احنا طول الوقت كنا بنشتغل كرد فعل، تحصل المشكله فنجري نبتدي نشوف المشكله دي تتحل ازاي. المفروض دوله لازم تبقى عامله حساب كل المشاكل اللي هتحصل، ولازم تبقى بتخطط للمستقبل ان المشاكل دي في حاله ظهورها انها تتحل، ان احنا نقضي او المشاكل اللي تظهر دلوقتي. مشكله الكهرباء دي لو كنا انتبهنا اليها من سنوات طويله وعملنا صحيح. على تنويع مصادر الطاقه بتاعتنا كناش وصلنا. بس انا عايز اقول على حاجه. اتفضل يا استاذ. الفرق برضو المره دي ان احنا مش بهوات، احنا ابناء، احنا جاي من الشارع، احنا مش بهوات، احنا ابناء طبقات متوسطه وحتى تحت المتوسطه من مناطق شعبيه، وبالتالي احنا جايين من الوجع، يعني احنا جايين من الوجع، وده الفرق المره دي. احنا مش جايين من فوق بس. لما قال لي جايين من الوجع، هو وجع لي قلبي اصلا. كونوا مع هؤلاء، ادعموا هؤلاء الشباب. من اخطا من بعض هؤلاء الشباب وضل الطريق، حاسبوه هو فقط، ولا تجعلوا الاحكام مطلقه على الجميع. ما فيش امه في الدنيا ممكن تتقدم دون شبابها. لو فضلنا في مرحله معتمدين على مراحل عمريه وسن معين، هنيجي فتره ودول ماتوا، نعمل ايه؟ لا تموت الأمم، الأمم صحيح. تحيا وإحنا أمة شابة كمان. عايزة كمان أكلم حتى لو هم قليلين اللي محبطين، والله العظيم ممكن تغير كل حاجة، وصوتك لسه قوي وبتعمل له ألف حساب، والكل حطك في حسابه لأنك كتلة كبيرة جدا. اوعى تفقد الأمل في يوم أنك غير قادر على التأثير، وإن الحكاية هتمشي زي ما تمشي. لا، انت في 25 يناير قلت ما فيش حاجه هتمشي زي ما تمشي. اللي مشي من 30 سنه غيرته في يوم، وتستطيع ايضا بالمسار السياسي الصحيح وبصوتك اللي هتحطه في صندوق الاقتراع عشان تدعم استاذ عمرو او استاذ طارق او اي مرشح اخر ترغب في. خليكم متمسكين دايما بفكره الحلم، بفكره الايجابيه، لان هي دي الطريقه الوحيده اللي نقدر نستمر بيها. لو ما فيش حلم، ما فيش ايجابيه، وما فيش امل، هيبقى فيه صعوبة شديدة. بشكركم صحيح. وأتمنى إن شاء الله إن الفترة الجاية هنتابعكم ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله. من قلبي يعني بشكل شخصي وبشكل وطني إن ألاقيكم إن شاء الله في البرلمان، أنتم ومجموعات أخرى من الشباب تعبر عن أفكار زيكم أو عن أفكار مختلفة عنكم، لكن في النهاية يبقى فيه إطار مؤسسي يجمعكم. الأستاذ طارق الخولي عضو قائمة في حب مصر الانتخابية، بشكرك. بشكرك. والأستاذ عمرو عز العضو المؤسس بجبهة شباب الجمهورية الثالثة، بشكرك. دعاية انتخابية في مبابة ما عندناش أي مانع يعني مجانا عشان ندعم عمرو في هذه الانتخابات الفردية اللي هياخدها في مبابة. بتهيألي القنوات الخاصة محدش يقول لها تدعمي مين ولا أحيانا ولا يعني أنا منحازين للشباب، ما عندناش مشكلة. عارفة إن في لغة حماسية النهاردة كانت في كلامي، أنا دايما منحازة لفكرة الشباب، دايما متمسكة بإن في أمل وفي إيجابية. صحيح في حاجات تحبط وكثيرة، لكن من غير الامل مش هتعرف تعيش ولا تقوم. وبعدين قبل ما تناموا لازم تبقوا متفائلين وايجابيين. عشان كده بعد الجرعه السياسيه اللي ادالكم هؤلاء الشباب هسيبكم مع شاديه. شاديه يوم الاحد ان شاء الله ذكرى ميلاد هذه الموهبه الجميله. اجمل ما في شاديه عشان تناموا عليها كان عندها طاقه ايجابيه كبيره جدا في صوتها وفي ادائها. هسيبكم مع تقرير الزميله منى محمد، واشوفكم الاسبوع القادم وحلقه جديده من كلام تاني مع رشا نبيل. بشكر كل زملائي الاعزاء اللي بيشتغلوا طول الاسبوع عشان نحاول نقدم لحضراتكم حاجه تليق بكم ونؤدي بها دورا ايجابي. تصبحوا على خير. الحيوية والشقاوة وخفة الدم كانوا أسلحتها للدخول إلى قلوب الناس، وبموهبة فنية كبيرة تمكنت من تسجيل اسمها ضمن عباقرة الفن المصري، وحظت بإشادة الجميع بعد أن اعتبروها أهم فنانة شاملة في تاريخ الدراما العربية، معبودة الجماهير شادية. فاطمة محمد أحمد كمال الدين التي ظهرت في السينما للمرة الأولى عام 47 خلال دور ثانوي في فيلم أزهار وأشواك، قبل أن يقدمها المخرج حلمي رفلة لتشارك الفنان محمد فوزي بطولة فيلم العقل في أجازة، والذي يعتبر انطلاقة مشوارها الفني الذي قدمت من خلاله عددا كبيرا من الأفلام والمسلسلات الإذاعية والأغاني.
ولا يلا بغمضة عين، لا تقول دقيقة ولا دقيقتين، هعدلك وهقول واحد وتيجي قبل ما اقول اتنين. تعالى يلا يلا تعالى يلا يلا تعالى. شهدت بداية شادية الفنية تعاونا مع عدد كبير من نجوم تلك الفترة، لعبت من خلالها أدوار الفتاة المدللة ليطلق عليها لقب دلوعة الشاشة. خدنا سؤال في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية. دين سؤال أين تقع في الخرطة أوروبا؟ جيم جواب تبقى على شمال كوبري القبة. دين سؤال. وتتجاوز شادية مرحلة الفتاة الرقيقة وتأخذ خطوة في تقديم أفلام تساعدها على إظهار قدراتها في التمثيل والغناء، واختيرت في تلك الفترة للمشاركة في أول فيلم من إنتاج مصري ياباني مشترك على ضفاف النيل. كانترو اسمع من فضلك، أنا تنمتري كونو بيندانتو أتشتتي لو دوكوريتي نتطم تحتسنا مونو نانو ديس ونغاي ديس كارا كوريو دوشني تدوكتي جودا. كوريو هوشينوغا ياريو كوننا. مش قصدي، أنا لو خدتها دلوقتي هيكون فات الأوان. كما قدمت شادية ثنائيات فنية ناجحة مع عدد من الفنانين كان أبرزهم الفنان صلاح ذو الفقار، وقدمت أيضا أدوارا هامة في أربعة أفلام عن روايات الأديب الراحل نجيب محفوظ. أنا بابي يا سعيد، سلم نفسك عشان خاطري، أنا مش عايزك تموت، أنت وعدتني يا سعيد وأنا صدقتك. نور، إيه اللي جابك يا نور؟ افتكر كلامك يا سعيد، ما تضيعش نفسك. بالإضافة لأعمالها التي شهدت تقديم أغاني مميزة مع الفنان فريد الأطرش والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. علشان إحنا مع بعضينا والأول مرة لوحدينا، ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا. أبدعت شادية في أدوار عدة كان أبرزها فؤادة في فيلم شيء من الخوف، والذي صنفه البعض كفيلما سياسيا ناقش الحكم الديكتاتوري. الحمد لله. بالإضافة لسيدة في نحن لا نزرع الشوك. الله يا الزمن لا بيدينا زرعنا الشوك ولا راوي. لم يقتصر إبداعها على تقديم أدوار مختلفة من خلال أفلامها فقط، بل كانت قادرة على أن تقوم بذلك داخل الفيلم الواحد أيضا، فتقمصت رايا في الفيلم الكوميدي عفريت ميراتي، وهي لم تكن تعلم أن مع مرور السنوات ستقف على المسرح لأول مرة لها لتقديم نفس الشخصية ولكن بشكل آخر. وفضلت تتقدم خطوة خطوة من سرير أمي والفوطة في إيدها، وفضلت تنزل حبة حبة زي القضا، وعلى سهوة بدل ما تحطها على نفسها حطتها على بقها. لقبت شادية بصوت مصر بعدما قدمت عددا من الأغاني الوطنية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عاش الجيل الصاعد. كما تعاونت خلال مشوارها مع عدد كبير من الملحنين من بينهم الموسيقار محمد عبد الوهاب، محمد الموجي وبليغ حمدي. آه يا كمران اللون حبيبي يا كمران، آه يا كمران اللون حبيبي يا كمران. وفي عام 1987 أعلنت شادية اعتزالها العمل الفني وابتعدت عن الأضواء واللقاءات التلفزيونية بعد أن تركت إرثا فنيا حفر لها مكانا في قلوب المشاهدين باختلاف أعمارهم. منة محمود، كلام تاني.